مساء حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم زملكاوي، وكعادتنا دائما تحيه خاصه لجماهير نادي الزمالك. خلينا نقول لحضراتكم ان شاء الله هيكون معايا مين النهارده وضيفي مين في الفقره الثانيه. هيكون معايا الحقيقه كابتن وائل قباني. كابتن وائل قباني طبعا نجم كبير جدا، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر السابق، وزميل بقى ملاعب فتره مش قليله، فتره طويله، وفتره من الانجازات الحمد لله والبطولات مع نادي الزمالك. وائل قباني انا هتكلم عليه مش بس كنجم كره قدم، وائل قباني ليبرو حريف، يعني تقدر تقول عليه ان هو مش ليبرو عادي، لا ده راجل موهوب، راجل حريف، ملك التوقعات فترات كتيره جدا جدا. كان بيلعب اداؤه من الخلف للامام او في مركز السوبر او الليبرو بشكل عام بطريقه مختلفه، طريقه بدايه الهجمه، طريقه انت ممكن تكون مفتقدها دلوقتي في ملاعبنا. عنده حضور مختلف وكان ليه دايما بصمه مختلفه، وكمان ليبرو هداف. فهو الحقيقة دايما يظل ان هو له بصمات مع نادي الزمالك في ماتشات كانت مهمة ومؤثرة، وبالإضافة بقى كمان هو دلوقتي وجوده في أوقات كتير كمحلل له آراء الحقيقة بتبقى قوية وآراء صريحة ومحددة. فإن شاء الله ضيفي النهاردة يكون وائل، وفرصة النهاردة نستعرض معاه بقى حاجات كتيرة جدا عن موقف الزمالك وعن بعض النقاط اللي كانت في تاريخه فترة من الفترات، ولما زميلنا بعض فترة طويلة نتكلم معاه النهاردة باستفاضة. إن شاء الله تكون حلقة موفقة. نرجع تاني بقى لكلامنا طبعا دلوقتي اللي شاغل بالنا، لو اتكلمنا عن ماتش بعد بكره. عندنا ماتش الحقيقه مهم جدا مع فريق المصري البورسعيدي في الجوله التاسعه من الدوري الممتاز. احنا عندنا طبعا مباراه مؤجله للاتحاد السكندري اللي فاتت، فبنرجع لملف الدوري تاني بعد فتره مش قليله من الغياب. كان اخر مباراه اتلعبت مباراه مودرن فيوتشر، والحمد لله قدرنا ناخد الثلاث نقاط. ومدى اهميه مباراه بعد بكره جايه في وسط الملف كده الكونفدراليه والملف الافريقي، ومطالب ان انت فاكره ما كنت بتكلم مع حضراتكم في فتره التوقف اما بعد التوقف، ان احنا عندنا تقريبا 8 مباريات، نقدر نقول ان هم بقوا 7 مباريات لان في مباراه تاجلت اللي هي الاتحاد السكندري. فمباراه المصري تعتبر المباراه السادسه او السادسه في ما بعد التوقف. لو مشينا بنفس الخطوات وان شاء الله باذن الله دي مباراه ناخدها بشكل مختلف وناخدها بجديه من البدايه، وان شاء الله نبقى موفقين ونأدي الريتم اللي احنا واخدين عليه والفوز اللي احنا ماشيين عليه والثقه اللي موجوده الفتره اللي فاتت والتهديف وعدم استقبال الاهداف، انا في اعتقادي ان هيكون نقطه مهمه وقد تكون نقطه تحول في عودتنا للدوري المصري الممتاز تاني، وترجع من نقطه قوه على حساب خصم مش قليل، خصم كويس وخصم ماشي بشكل يعني عامل فرقه جيده مع مدير فني الحقيقه عنيد ومدير فني بيعرف يقدم كوره هجوميه. فمباراه ممكن تكون فيها يعني شد وجذب كتير، مش تبقى مباراه سهله على الاطلاق تماما. دايما وتبقى المباريات الكبيره من ضمنها طبعا زي مباراه الزمالك والمصري القادمه او المباريات اللي هي ليها ديربي كتير وجماهيريه كبيره، سواء اسماعيلي سواء الاهلي سواء الانديه الجماهيريه الكبيره، طبعا مش عايز انسى حد، يبقى دايما مباريات الزمالك والمصري مباريات مختلفه ليها طعم مختلف وبتبقى عالقه في الاذهان دايما، وبتبقى ساعات بتبقى نقاط فارقه في مشوار الدوري العام بشكل عام. لو نفتكر حتى كان في مباراة منهم مهمة جدا في آخر يمكن لقب دوري حصدناه، كان في مباراة يعني مفصلية أو فيصلية كان انتهت بفوز الزمالك 3-2 اللي كان فيها أكتر من صد ضربة جزاء من عواد. دايما المباراة دي على فكرة كانت نقطة تحول في الدوري المصري. مش عايز أسبق الأحداث وأقول إن إحنا بنتكلم بدري ولا حاجة، لكن لأن المباراة لسه في الجولة التاسعة اسميا، لكن تم المباراة لينا في الدوري عشان المؤجلة لماتش الاتحاد. لكن دايما مباراة الزمالك والمصري بتتسم بالمنافسة الشديدة والندية الشديدة، وايا كان حال الفرقتين ايه في الجدول او ايا كان حال اللعيبة ايه دلوقتي او مين مصاب او مين مش موجود، لكن دايما المباريات دي مباراة احد مباريات القمة اللي بتبقى موجودة في الاسابيع اللي موجودة في الدوري الممتاز بشكل عام. بس المباراة دي بالنسبة لنا ليها اكتر من معنى. اولا هي المباراة طبعا السادسة بالنسبة لكابتن معتمد جمال بعد طبعا ما تولى المسؤولية، بداية من بيراميدز في مباراة قبل النهائي، مرورا بالثلاث ماتشات بتوع الكونفدرالية وماتش الدوري المصري مع مودرن فيوتشر. دي مباراة السادسة ليه. طبعا مباراة ليها معاني كتير، مباراة بالنسبة لنا لازم تكون او ان شاء الله نأمل انها تكون ثلاث نقاط نضيفهم مع سلسلة الانتصارات اللي خدناها الفترة اللي فاتت سواء على الكونفدرالية او سواء من خلال ماتش مودرن فيوتشر، تفضل بتاكد ان انت موجود وبتاكد ان انت ما رميتش الفوطه بتاعه الدوري، وبتدي رساله لكل الفرق اللي حواليك ان فريق الزمالك عاد. حتى ولو عندنا بعض النواقص اللي بنتكلم فيها، فكره السكواد، فكره التدعيمات، فكره الايقافات، فكره العقوبات
اللي موجوده تغيير جهاز فني، لكن في الاخر انا موجود نادي الزمالك، وجود اسمه بالتيشيرت بتاعه. على راي كابتن معتمد جمال اللي قاله، قال ان يمكن قال تصريح مهم جدا، قال ان مجرد تيشيرت نادي الزمالك ده بيدي 50% من قوتك في وجود اي فريق بيلعبك. فانت وجودك بالروح اللي شفناها، بعوده الانتصارات، بعوده الثقه، بفوقان اللعيبه اللي بقالنا فتره مبسوطين منهم الفترات اللي فاتت، شايف انها تدينا دفعه قويه للامام. فان شاء الله باذن الله لو قدرنا نوفق في سادس مباراه على التوالي مع كابتن معتمد جمال، تبقى سادس مباراه بتاخد العلامه الكامله. واعتقد ساعتها يبقى في الواحد لازم يفكر بشكل ايجابي بقى مختلف، ويبدا الطموح عندنا يعلى ويعلى، ونثق في انفسنا اكتر من كده، وما ننساش ان انت تعتبر حققت في المرحله دي اللي انت عايزه. فيتبقى لنا محطتين، وتقدر تقول ان انت هتاخد العلامه الكامله فيما ما بعد التوقف، او فيما ما بعد تولي كابتن معتمد جمال الاداره الفنيه لنادي الزمالك بعد التغيير الاخير. لو انت عرفت تعمل ده، هتبقى ضربت اكتر من عصفور بحجر في اكتر من بطوله، بيراميدز قبل نهائي كاس مصر، الكونفدراليه ثلاث ماتشات والحمد لله، ويعني بنسبه 80-90% ضمان التاهل باريحيه المركز الاول، ده الكونفدراليه. تعود للدوري تاخد ماتشين بست نقاط يحطوك في منطقه يرجعوك تاني لمنطقه المنافسه، ويحط ضغط على الفرق اللي قدامك، ويبدا تحط رساله كبيره جدا ان انا نادي الزمالك مش زي ما الناس معتقده ان هو مفرط في الدوري، باي سكواد وباي لاعبين وباي مين موجود في القياده الفنيه ومين موجود مصاب او موقوف، نادي الزمالك بيلعب دايما على المنافسه، مش ضيف شرف، خاصه لما يكون المناخ طبيعي. وده الحقيقه اللي احنا لامسينه الفترة اللي فاتت، ان الاجواء تبدو ان شاء الله باذن الله مهيئة ان يكون في هدوء. واضح ان الناس طبيعية، احنا محتاجين بقى لنا فترة نحس بالامور الطبيعية، المناخ الطبيعي، الناتج الطبيعي، اللعيبة تشتغل في اجواء صحية، ما بقاش فيه ضغوط ملهاش لازمة تخرجك عن تركيزك وتخرجك عن الهدف اللي انت عايزه. باذن الله ثلاث نقاط في غاية الأهمية. اكلم مع حضراتكم اكتر في التفاصيل بقى الفنية، وكابتن معتمد جمال كمان قال ايه عن الماتش المصري. لكن انا قبل ما اتكلم عن التفاصيل الفنية او عايز اخد بعض الانفوهات او بعض المعلومات اللي طبعا يمكن فريق الاعداد عندنا وزمايلي في الاعداد مجهزين لنا معلومات الحقيقة مهمة عن طبيعة الماتشات ما بين الزمالك والمصري، والارقام اللي كانت موجودة في المباريات دايما الزمالك والمصري. دايما زي ما قلت لكم الماتشات دي بتبقى ماتشات للتاريخ، ماتشات دايما محطوطة يعني تتسجل، لان لدرجة ان انا عرفت مثلا ان من اكتر عدد ماتشات مواجهات حصلت ما بين ناديين كان من ضمنها الزمالك والمصري. هقول لكم بالظبط الارقام تحديدا، لكن لو قلت لكم عن اهميه الماتش زي ما قلت لكم تاني ارجع لها تاني، مش عايز اعديها كده يعني من غير ما اكد على اهميه المباراه دي. المباراه دي الحقيقه ممكن تستفيد بيها اكتر من استفاده. خلي بالكم المصري على قد ما احنا بنقول كده، لكن المصري انت بينك وبينه منافسه مباشره. يمكن احنا في الجدول، عشان الجدول مؤقت وفي مؤجلات والامور اللي احنا عارفينها، يمكن يعني اسميا النادي المصري في المركز التاسع ونادي الزمالك في المركز العاشر، ما يفرقش كتير طبعا عن المركز الاول حوالي 4-5 نقاط. فالمباراه دي زي ما قلت لكم ان شاء الله تحط اي فريق هيشغلها بشكل مختلف، هيبقى طمعان بشكل مختلف، بس في اعتقادي النادي المصري هيعمل الف او الف حساب لفرقه الزمالك اللي شايفها الفتره اللي فاتت واقفه على رجليها، شايف حاله فوقان للعيبه. رغم ان كابتن علي ماهر بيميل للمدرسه الهجوميه، بس في اعتقادي ممكن يكون محتاج يامن في المباراه دي تحديدا، مباراه في برج العرب، ملعب مفتوح، معدلات جري كبيره، طبعا عوده تاني للدوري، تجهيز كمان قبل ماتش سجراد اللي بعد مباراه المصري. المهم المباراه دي ما بين دلوقتي مثلا في مركز تاسع وعاشر، هو ده يعني شكلا بس وصوريا، لكن يطلعك 3-4-5-6 مراكز لو خدت الثلاث نقاط دي، خاصه كمان ان احنا عندنا مؤجله من المؤجلات، عشان ما نعتبرش ان ده ترتيب اللي هو يعني ترتيب وهمي الى الان، لكن ثلاث ماتشات ينقلوك في حته، ثلاث نقاط عفوا ينقلوك في حته ثانيه وحته مختلفه محتاجينها. محتاجين نشوف ثقه اللعيبه ثاني في نفسهم، محتاجين نشوف الثنائيات اللي اتفرجنا عليها، حاله زيزو بسم الله ما شاء الله بقاله فتره، وهقول لكم بعض الارقام عن زيزو. شيكابالا بسم الله ما شاء الله وبيأكد وبيرد على كل الناس ان هو في الملعب يعني مش مقضيها كلام، هو بيرد داخل المستطيل الاخضر. اوباما والحاله الفنيه اللي وصل لها عواد بسم الله ما شاء الله. نسيت كمان اتكلم في حاجه مهمه، عدم استقبال الاهداف، دي نقطه من النقاط المهمه جدا. لو جاهزين بالانفوهات، طيب على ما نجهز في الانفوهات خليني بس اكلمكم كمان في حاجه ثانيه كانت مهمه جدا. كان في بعض الكلام بيتكلموا عن سوء الاداء، سمعنا ده بعض التعليقات عن سوء الاداء، بس الحقيقه انا هنا عندي بس نقطه يعني او وجهه نظر مختلفه شويه. لو نتذكر في بعض الاوقات كنا بنادي اداء وهمي،
وكان في فتره مع الجهاز السابق كنا ساعات ممكن مثلا تكسب 4 و5، لكن تلاقي الماتش اللي بعديه بتخسر او بتتعادل. طب انا هنا مبسوط بالاداء ومبسوط بالشكل الجمالي، لكن انا على ارض الواقع انا عمال اخسر ومتعطل وحاسس ان اللعيبه مش مرتاحه. ممكن اكسب ماتش بالصدفه وابقى عامل اداء سوبر ويبقى يعني بالنسبه لنا اداء يعني مبهر، لكن على ارض الواقع مش فعال مش عملي. طب انا اختار ما بين ان انا راجل واقعي، يعني انا من اهم المميزات اللي معتمد جمال في الاداره الفنيه ليه في الفتره الحاليه ان هو ابسط حاجه عملها اتكلم على البعد النفسي، اتكلم على الشكل الواقعي، حط كل لعيب في مكانه، فبالتالي الاداء ما كانش افضل حاجه في اول مباراه، لكن الاداء تطور واحده واحده. الحقيقه انا شايف اللي بيتكلم على الاداء بشكل مبالغ فيه، انا شايف ان هو بيصطاد في الميه العكره زي ما بيقولوا، لان المجمل المرحله لازم تتقيم صح. انا في المرحله دي انا خدت اللي انا عايزه ولا لا؟ يعني لما معتمد جمال يلعب 5 ماتشات ويكون في 3 بطولات مختلفه والحمد لله عرف ياخد منهم النقاط اللي هو محتاجها او يصعد للدور اللي هو محتاجه، هنا انا اقدر اقول ان هو اداء وحش؟ لا بالعكس، ده والاداء وحش ده بالنسبه ممكن لجمهور الزمالك اللي بيحب الاداء الرهيب. يعني احنا الاداء مثلا ممكن لو قل ما بين 60 ل 80 90% انا شايف ان ده في المرحله الطبيعيه، في ماتش هنزل 60% وفي ماتش تاني هتالق واجيب اهداف ويبقى الاداء حلو والماتش يتفتح والعب بنسبه 90% و100%، ده طبيعي في كره قدم، ما حدش بيفضل يلعب طول الماتشات برتم واحد، لا يمكن. كل 3 4 ايام ماتش، عندك متغيرات، عندك سفر، عندك اجهاد، عندك لعيبه ممكن تتعور. فموضوع الاداء ده انا شايف انه ممكن يكون خد كلام اكبر من حجمه شويه. انا حبيت بس ارد على الناحيه دي، ان انت ممكن تهتم بالاداء قوي قوي تتكس في الناحيه الجماعيه لكن الجماليه، لكن تنسى النقاط، تنسى الهدف الاساسي من المرحله اللي انت عايزها. احنا في مرحله بناء ثقه للعيبه، مرحله بناء ثقه مع الجماهير برضه بعلاقتها مع اللعيبه اللي كانت فاكره ان الامور بعيده قوي قوي وكانت متخيله ان الامور ممكن تبقى اصعب من كده بكتير. فانت في مرحله مهمه، مرحله تغيير جهاز فني، مرحله تفويق بعض اللاعبين اللي بقالهم فتره مستبعدين كل الاسباب سواء استبعاد فني او اصابات او وات ايفر، كان في لخبطه شويه مع اللاعبين. فانت عشان ترص ده كله وترجعه تاني في اعاده بناء الفريق واعاده هيكلته بهدوء وبتكسب، لا يبقى احنا هنا لازم ناخد بالنا واحنا بنقيم كناس بقى فنيين وناس متخصصين، لازم نبص على الجوانب الايجابيه والجوانب السلبيه. لو السلبي ان انا الاداء بيخس عني شويه مثلا 60% لكن موجود ومؤثر وبلعب وبوصل للمرمى، طالما بوصل للمرمى وبحقق وبخلق فرص يبقى انا ماشي بشكل كويس. تغييرات الراجل واقعيه ولا بتضيف ولا ما بتضيفش لما بيعمل تغييرات؟ فدي كلها امور لازم تتوزن. طيب ما بقاش يدخل فيك اهداف، طب ماذا عن الاداء لما كان بيدخل فيك كل ماتش هدف واتنين؟ ده احنا لعبنا 9 ماتشات دخل فينا 15 هدف، فده الحقيقه نقطه يعني محتاجه ان احنا يعني نفكر فيها بعقلانيه ونشوف الايجابيات بشكل حقيقي. دلوقتي انا لاعب 4 ماتشات ما دخلش فيها ولا هدف، بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب، ده معناه ان في تطوير في المنظومه الدفاعيه، ده معناه ان في جديه اكتر، ده معناه ان ما فيش لخبطه اللعيبه حساها، ده معناه ان في تركيز شديد ودارس الخصم بشكل او باخر. كمان لما اوصل لمعدل تهديفي عالي يبقى انا كده ده معناه ان انا شغال ايجابي وشغال على المرمى. فلازم اخد الاداء مش الشكل الجمالي، الاداء مش جمال بس، الاداء ليه علاقه بالمكسب مع الاداء مع حاله اللعيبه مع الروتيشن مع عدم الاصابات. شوف هو ده بقى الاداء الحقيقي مع عدم فقد لاعبين وانذارات ومع عدم تشتيت وتصريحات مالهاش لازمه وبالغ فيها. انا لامم الفرقه رغم كل الظروف الموجوده، بحاول الم اللي موجودين. لو قلت لكم عدد الاصابات اللي موجود هيعطل اي حد، اي حد لازم يفكر 100 مره اداء ايه. ف ده مش معناه ان احنا بنهمل الاداء، لا، نادي الزمالك دايما متعود عنده لعيبه عندهم اللمسه الجماليه، يقدروا يصنعوا الفارق، يقدروا يعملوا دوتوهات جوه الملعب، يقدروا يعملوا لقطه فنيه غير متوقعه، ده اللي بنشوفه برده بس بتختلف من مباراه لاخرى. حبيت بس اكلمكم كده مختصرا عن الاداء. لو رجعت لكم بقى للارقام، زي ما قلت لكم مباراه الزمالك والمصري دايما مباراه خاصه ومباراه ليها اهتمام خاص. الزمالك والمصري في حقائق وارقام هقولها لحضراتكم. المصري هو ثالث اكتر نادي واجه نادي الزمالك في تاريخه بعد نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. 150 مباراه جمعت بين الزمالك والمصري تاريخيا في كل البطولات. حقق الزمالك الفوز في 86 مباراه والمصري حقق الفوز في 29 مباراه وتعادل الفريقين في 35 مباراه. مباراه الزمالك والمصري كانت هي من افتتحت شريط الدوري المصري عند انطلاقه عام 48 وانتهت بفوز الزمالك 5-1، كما شهد تسجيل الهاتريك الاول في الدوري عن طريق نجم الزمالك السابق سعد رستم. سجل الزمالك 244 هدف في شباك النادي المصري
ونجح الفريق المصري البورسعيدي في تسجيل 121 هدف. في الموسم الماضي الفريقين تبادلوا الانتصارات في المباريات اللي كانت ما بينهم. فاز الزمالك في مباراة الكأس بهدف لسيد نيمار، وكانت الغلبة في الدوري للنادي المصري فاز فيها 3-2، ومباراة تانية انتهت بالتعادل 2-2. من المفارقات برضو اللي لازم نحطها في اعتبارنا ان كابتن علي ماهر عمره ما فاز على نادي الزمالك مطلقا. لاعب كابتن علي ماهر 11 مباراة ضد نادي الزمالك كمدير فني، كل ده طبعا كمدير فني، خسر فيهم 10 ماتشات وتعادل مباراة واحدة. رغم الحقيقة كابتن علي ماهر من المدربين اللي عندهم عند شديد جدا كروي ومنافسة شرسة جوه الملعب، وبيحب يلعب كرة هجومية وعنده روح عالية جدا جدا من على الخط. هداف الزمالك في الدوري هو أحمد مصطفى زيزو برصيد 4 أهداف، وهداف المصري هو ميدو جابر عنده 3 أهداف. حقق الفريقين الفوز في آخر مباراتين لهم لعبوها في الدوري المصري. الزمالك فاز على فيوتشر 2-0، وفاز ام بي فاز المصري عفوا على ام بي 2-1، فكل واحد كسب اخر مباراه لعبها في الدوري الممتاز. فالاثنين جايين مفروض في حاله معنويه مرتفعه. الحقيقه ماتش قلت لكم دايما ماتش بيتسم بالنديه والمنافسه الشديده. كل التوفيق ان شاء الله لفرقه الزمالك الفتره الجايه، واستكمالا لما بداوه الفتره اللي فاتت. لو رجعت لحضراتكم تاني وكلمتكم عن بعض الارقام الخاصه بكابتن معتمد جمال، كابتن معتمد جمال الحقيقه يمكن زي ما قلت لكم لعب 5 ماتشات كسبهم كلهم الحمد لله، فوز نادي الزمالك كاس مصر ومودرن فيوتشر في الدوري، طبعا بيراميدز كاس مصر نصف النهائي، مودرن فيوتشر في الدوري، 3 مباريات في الكونفدراليه. بس معتمد جمال عمل ارقام ايجابيه يمكن بيطارد بيها ارقام ما اتحققتش بشكل متكرر قبل كده. يمكن افضل انطلاقه ليه بفوز 5 ماتشات متتاليه، عارف يجيب 11 هدف والحفاظ على نظافه شباكه. طبعا فرق مع 4 مباريات الاخيره، كنا طبعا نفتكر مباراه بيراميدز بس الوحيده اللي في البدايه كانت في الكاس، لكن بقى له 4 ماتشات بسم الله ما شاء الله ما دخلش فيه ولا هدف، وعارف يحقق في كل الماتشات دي 11 هدف. حط نفسه في حته جيده جدا كابتن معتمد جمال. كمان من الحاجات الايجابيه زي ما قلنا لكم المدرسه الواقعيه، الهدوء، الهدوء اللي منقول للاعبين. وكان يمكن كان في حديث لكابتن معتمد جمال من خلال قناه نادي الزمالك هنا من خلال برنامج كابتن طارق يحيى عن ان هو كان في صوره دايما بتعرض ان هو بيكلم اللعيبه، لا هو الراجل اتكلم ان بيتكلم نفسي، وان فرقه الزمالك هو يمكن لو مسك فرقه تانية في التوقيت ده كان ممكن يلعب بشكل مختلف خالص وبطريقه مختلفه، لكن هو ثقته في نادي الزمالك وان وجوده بس في نادي الزمالك دي 50% من قوه الفرقه، اسم تيشيرت نادي الزمالك، فخلاه يلعب بشكل فيه جراءه وخليه هادي وخلاه يمكن يبقى مغامر سنه كده في بعض الاوقات، وعارف يكسب كل الماتشات وعدل بعض الامور الفنيه بمنتهى البساطه، خلاه ما يستقبلش اهداف. لو نفتكر قلت لكم كان معدل التهديفي عليك عالي جدا جدا جدا، كنا ساعات بنتخدع في الاداء فتره من الفترات، لكن احنا ما كناش راضيين، حاسين ان في لخبطه، حتى لما كنت بتكسب ساعات بسكور عالي بس كنت حاسس ان هو وضع مؤقت، حاسس ان هو مش استقرار فني، مش حاسس ان هو استراتيجيه للفريق، لا حاسس ان في النهارده مش عارف اللعيب ده هيلعب باك رايت ولا هاف ليفت ولا هاف شمال، يعني مش عارفين، لخبطه دائمة، ولغبطة أدت لاستقبال أهداف ومعدل أهداف وأدت لعطلة في الدوري المصري بشكل عام تحديدا. يعني قبل كابتن معتمد جمال مثلا من الحاجات اللي أنا كنا محتاجين نذكرها إن أنا لعبت كل ماتشات الدوري دخل فيها أهداف كلها ولا كلين شيت، سواء على المستوى الأفريقي حتى مع أضعف الفرق أرتا سولار اللي هو كان يعني فرق في الدور التمهيدي في الكونفدرالية الأفريقية أو دور 32، يعني فرقة مش على الخريطة دخلت فينا 3 أهداف، 2 هناك وواحد في ملعبنا، فيعني كان واصلين لمرحله الحقيقه مش افضل شيء، فعشان كده احنا لازم برضو ندي الراجل حقه. وعلى فكره طبعا يعني اتمنى له الاستمراريه، نفس التركيز، نفس الاصرار، ثقته في اللعيبه وكلامه النفسي دايما والجوانب النفسيه بيتكلم فيها مع اللعيبه الحقيقه بشكل مميز جدا جدا جدا. في من ضمن الحاجات اللي برضو كانت اشاعات كده كانت موجوده وبعض الشائعات اللي طالعه ان كلام عن انديه سعوديه بتفاوض محمد عواد، طبعا حارس مرمى الزمالك، والحقيقه قصه محسومه من تبع او من اتجاه مجلس اداره نادي الزمالك ان نادي الزمالك ومجلسه لن يفرط في خدمات محمد عواد الحارس الكف، اللي الحقيقه عواد بيقدم مسيره جيده جدا مع الزمالك، وجت فتره من الفترات كان برضو بيقعد
والحقيقه ما كانش بيتكلم، ولما بيرجع بنتفاجئ بيه ان هو متالق وبيفرق مع نادي الزمالك والفريق، وبيبقى ليه دايما بصمات فنيه مؤثره في مباريات كتيره. طبعا نتمنى الثبات لمحمد عواد الفتره اللي جايه، يعني مسؤوليه كبيره جدا جدا بالمشاركه طبعا لنفاد ومعاز الحارسين الشباب، لكن واضح ان في كلام ان ملف حتى التجديد محسوم بالنسبه لمجلس الاداره، يمكن بس الاختلاف عن التوقيت. احنا عارفين طبعا الناس لسه مستلمه وعارفين الظروف الماديه الصعبه جدا، وترتب اولوياتك لنفسك ايه قبل ايه، فممكن بالكلام مع محمد عواد والوعود والامور دي يعني تكون محسومه. انا عندي معلومات من داخل مجلس الاداره ان الملف ده محسوب تحديدا، وفي شبه استقرار كامل من مجلس الاداره بالاتفاق مع محمد عواد على التجديد، هي مساله بس توقيت عشان الظروف والمستجدات اللي فاتت. لكن مفيش شك دايما بنسمع عن لعيبتنا مع انتهاء فترات عقودهم والكلام ده كله، دايما بنسمع عن اشاعات وكلام كتير جدا جدا جدا. طبعا عواد من نجوم الفريق فبالطبع هيحصل عليه كلام كتير جدا. كمان من المواقف اللي ممكن تخلينا يعني ايه طب ايه الوضع دلوقتي؟ انا معايا عندي ثلاثي موقوف، احمد فتوح، مصطفى الزناري، ومحمد صبحي، وطبعا كلنا عارفين ان ده قرار مجلس اداره. بس الحقيقه يمكن ده خلاص القرار، يمكن الايقاف شهر عدى، واحتمال او من الوارد يكون فيه مستجدات، لكن من اهم المستجدات اللي موجوده ان هم ابتدوا يشتركوا في التدريبات. طبعا هم كحق احترافي ومن حقهم على فكره وقانونا لازم يشتركوا مع التدريبات الجماعيه للفريق، ده الشغل محترف بشكل مظبوط، ومجلس الاداره طبعا عنده وعي ان هو ما يبقاش يدي ثغرات لا قدر الله ممكن البعض يستخدمها ضد نادي الزمالك، فالناس تاخد حقها زي ما التزمت بالعقوبه وزي ما ادت العقوبه وزي ما خدت حقك نادي الزمالك في عقوبتك، ان لازم كان في عقوبه رادعه الفتره اللي فاتت، زي ما برضو من حقه كلاعب محترف وانه بيمثل النادي الى الان وعلى ذمه نادي الزمالك ان يكون موجود في التدريبات كحق احترافي. طب الوجود بقى ازاي؟ دي بقى حاجه تنظيميه بتاعه الجهاز الفني وبتاعت طبعا مخطط الاحمال وما يدور جوه الفرقه، لكن هم موجودين في ميعاد التدريب مع الفريق، بينزلوا التدريب المران اللي في الاول، يمكن بعض الجري الخفيف وبعض الاحمال اللي بياخدوها، لان هم خلي بالكم بقى لهم فتره مش قليله بعيد عن الملعب، فهم كده كده حتى عشان يبقوا لعيبه موجودين جوه الفرقه هم كده كده محتاجين يشتغلوا بشكل خاص وبشكل فيه احمال مختلفه، لان هم اللي حطوا نفسهم ان بعدوا نفسهم عن الملعب، فطبعا البعد عن الملعب مش سهل، يعني تكلفه رجوعه محتاجه مجهود كبير. فالقرار الموجود ان في تدريبات ليهم محطوطه وبرنامج محدد محطوط لهم من خلال الفريق، ده كحق احترافي لكل اللاعبين الموجودين على قيد او على ذمه نادي الزمالك، لكن يبقى في الامور في مستجدات نتمناها خير للجميع وكل واحد يضمن حقه. طبعا نادي الزمالك لازم يضمن كل حقوقه لاشياء كتيره جدا جدا. اولا نادي الزمالك ضمن حقه الادبي الفتره اللي فاتت وبرهن ده على ده واثبته بتطبيق القرار، وكانت رساله للجميع وكانت نقطه مهمه جدا لكل اللاعبين اللي موجودين جوه الفرقه، وكان تشد خط كده نقطه نظام، وفي اعتقادي اتى بثماره بدليل التوفيق اللي جه في ماتشات كان ممكن نعتقدها في غايه الصعوبه، لكن ربنا سهل فيها والامور مشيت بشكل طبيعي. ده ما يخص طبعا الثلاثي اللي اكيد كلنا كزملكاويه عايزين نفكر ايه اللي جاي؟ ايه اللي موجود؟ يمكن الزناري ممكن يكون اقربهم شويه لان هو كده كده عقده ممتد مع نادي الزمالك، لكن الاثنين التانيين في مستجدات، في امور ممكن تحدث، كل يوم في متغيرات. ده احنا كنا بنتكلم قبل كده ان مفيش عقوبه دائمه، حتى من الفيفا بتتخفض، حتى في المحاكم اللي موجوده حتى على مستوى اي حاجه ممكن تتخفض، ممكن تتناقش، ممكن نوصل لحل، ممكن يعني الامور يعيد تعاد ترتيبها، خاصه لما تخلص يعني او يبقى في اخلاص للنوايا بشكل عام. بس واضح ان مجلس اداره نادي الزمالك كان مدي رساله واضحه وصريحه ان لا تهاون مع الجانب الادبي لنادي الزمالك والجانب التربوي لنادي الزمالك، وطبعا كلنا بندعم القرارات دي ومبسوطين ان هي كمان جابت نتيجتها، فدي الحقيقه نقطه من النقاط المهمه. لو خدت حضراتكم لمصطفى شلبي، مصطفى شلبي الحقيقه طول شويه، كان قريب ان هو كان عنده كدمه شديده في مشط القدم،
لكن يمكن اتخبط فيها تاني، فاحتاج ان هو هيدخل في 3 اسابيع تانيين. طبعا للاسف هنفتقد مصطفى شلبي الماتشين الجايين، وكده هندخل في التوقف فمش هيبقى موجود. لكن مصطفى شلبي الحقيقه لو كان موجود في وسط اللعيبه اللي موجوده دي وفي حالته واللي كان ناهي بيها، انا شايف ان كان يفرق ويبقى اضافه قويه جدا جدا لفرقه نادي الزمالك. وده الكلام على فكره اللي كابتن معتمد جمال قاله، قال ان مصطفى شلبي ان شاء الله لما يرجع هيكون اضافه قويه جدا، لكن للاسف هو هيقعد له تقريبا حوالي 2 او 3 اسابيع تانيين علشان تجددت الاصابه ليه يعني بخبطه شديده تاني. فمعمول له برنامج طبعا مع الدكتور محمد اسامه، اللي بالمناسبه كابتن معتمد جمال اشاد الحقيقه بدور الدكتور محمد اسامه بشكل كبير جدا جدا، وقال ان هو بيأدي دوره على اكمل وجه. وده الحقيقه نقطه انا لمستها في بعض الامور مع كلامي مع بعض اللاعبين، ان دكتور اسامه دايما منظم جدا، ما بيتسرعش، بياخد الامور بمنتهى الاحترافيه، حاطط في اعتباره مصلحه نادي الزمالك، ما بيستعجلش على اللاعب علشان ما يخسروش الفرقه. فدي الحقيقه نقطه من النقاط اللي لازم ندي الراجل ده حقه، ان هو الراجل محترف وزملكاوي قبل اي شيء. وكابتن معتمد جمال وكل الاجهزه الفنيه اللي الحقيقه اشتغلت مع الدكتور اسامه اشادت بدوره، حتى بدوره النفسي مع اللاعبين، لدرجه ان كان في ماتشات لو لعيب حتى جاب جون تلاقيه بيجري على دكتور محمد اسامه. ودايما الشغل منظم، وده بيريح اي مدير فني، وان انت حتى لما تبقى صريح مع المدرب وواقعي وتقول له ان انا عندي مثلا جددت اصابه محتاج يوم زياده ولا اسبوع زياده، بقى انت كده بنتكلم بمنتهى الواقعيه ومش بنبالغ في القرارات. كل التمنيات لمصطفى شلبي يرجع لنا سريعا باذن الله. طيب يمكن دي معظم اللي انا كنت حابب اتكلم فيه في الانترو بشكل عام عن طبيعه المرحله وطبيعه مين اللي قريب ومين اللي بعيد، وكابتن معتمد جمال ورؤيته وارقام كانت مهمه طبعا قبل مباراه الزمالك والمصري القادمه. خلينا قبل ما ابدا الاخبار بالتفصيل، خلينا استاذنكم اطلع لفاصل سريع وارجع اكمل مع حضراتكم. نرجع مع حضراتكم تاني نكمل فقره اخبار او نبدا فقره الاخبار. الحقيقه في خبر كان بسطنا كلنا طبعا كزملكاويه مستنيينه، هو عوده طبعا الونش النهارده تاني تدريب ليه مع الفريق، وينزل بقى للمران الجماعي تاني مع فرقه طبعا الزمالك. بقاله فتره كبيره جدا، واعتقد ممكن تصل لخمس او ست شهور مفتقدين جهود الونش، والحقيقه مش بس في نادي الزمالك كمان في المنتخب الوطني. طبعا طبعا كان متعودين دايما على الصوره اللي قدامنا دي، ان الونش تدريبات فرديه وبرنامج تاهيلي محدد، وراح الامارات يمكن في الفتره الاخيره كان بيكمل المرحله النهائيه وبنطمن عليه، لكن الحمد لله بقى له يومين بينزل التدريبات الجماعيه. لكن يمكن مساله بقى ظهوره في الماتشات ونوع الماتشات اللي يمكن يلعب فيها، وهل ياخد 90 دقيقه ولا ياخد ربع ساعه ولا نص ساعه، دي طبعا يمكن كابتن معتمد جمال وجهازه الفني مفضلين ان هم ما يستعجلوش تماما على مشاركه الونش، عايزين يحافظوا عليه قوي، عايزين يدخلوه بشكل تدريجي مع الفرقه، وده طبيعي جدا بعد الغياب فتره طويله، عشان يعني اكيد ممكن تعودوا الاصابه بعد الشر، او كمان بيبقى دايما بعد فترات طويله اللعيب بيحصل له ايه؟ بيحصل له اصابات في حته تانيه، مناطق عضليه تانيه، لان بقى له فتره العضلات مش كلها شغاله يعني، فده دايما بيبقى امور وارده. مع ان الحقيقه الونش دايما من الناس اللي بتبقى يعني مستعجله تنزل الملعب وبياكل النجيله بلغه الكوره، لكن ده مش هيخلينا ان احنا ممكن ناخد قرار مندفع او متسرع يكلفنا الكتير. الونش في حاله عودته باذن الله مستواه الكامل هيكون مكسب كبير جدا لخط دفاع نادي الزمالك وكتيم نادي الزمالك ككل، وكمان اضافه كبيره جدا للمنتخب الوطني طبعا. فبعد التفكير يمكن كان في بعض الاتجاه ان يكون موجود على مقاعد البدلاء في المباراه اللي جايه قدام المصري، لكن حتى لو كان موجود ده هيبقى يمكن مش للمشاركه، هو بس لدخوله الاجواء تاني واحساسه بالملعب تاني، وانه يرجع في وسط زمايله. وجود الونش برده ما ننساش ان ساعات بيبقى ليه ادوار نفسيه كبيره جدا، هو دلوقتي احد الكباتن اللي موجودين في نادي الزمالك ويصنف من اللاعبين الكبار داخل الفريق، فوجوده مهم سواء نفسيا او فنيا. ولو نفتكر في مواقف كتير جدا كنا بنشوف صور للونش موجود ومتواجد في الماتشات سواء ما بين الشوطين او قبل او بعض الماتشات اللي بيبقى ظاهر فيها بشكل عام. فهو زي ما قلت لكم يمكن الجهاز الفني مساله عودته بعد تعافيه من الاصابه دي مباشر قد يضره، ويحتاج لمزيد من الوقت ليكون اكثر جاهزيه من الناحيه الفنيه، وده كلام الحقيقه طبيعي جدا ومنضبط جدا اكيد بالتنسيق مع الدكتور محمد اسامه. بس طبعا كلنا نتمنى عوده الونش، وخبر من الاخبار الحقيقه السعيده جدا الواحد بيقولها وهو في منتهى السعاده، بس هتكمل اكتر لما نلاقيه رجع متعافي 100% ورجع واقف على رجليه كويس جدا وياخد جرعات مناسبه ترجعه تاني لمستواه الطبيعي باذن الله. الف حمد لله على السلامه يا ونش. كمان كلام عن حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد برضه طبعا احنا عندنا بعض الاصابات الحقيقه يمكن في توقيت صعب قوي، لكن حسام عبد المجيد كنا عارفين الاصابه اللي في الانف
مع مشاركته مع المنتخب الأولمبي، لكن لسه قدامه فترة من الفترات إن هو مش هيشارك. لا لسه طبعا عدم جاهزيته، لان هو بقاله فتره ما بيشاركش في كل اشكال المران الجماعي نتيجه طبعا الواقي الوجه كده اللي هو حاطه، او واقي الانف اللي هو حاطه على وشه، فبيعمل بعض التدريبات التاهيليه الخاصه، وده بيخليه ما بيوصلش طبعا للفورمه اللي انت عايزها. طبعا الالتحام خطر لا قدر الله لو كوره جت في وشه، لا قدر الله لو في كوع، لحد طبعا تثبيت العظمه اللي موجوده بعد العمليه اللي أجراها حسام عبد المجيد، واستمرارا لارتدائه القناع الطبي بشكل عام، فهو تحت الملاحظة ومعمول له البرنامج الخاص، فلسه حسام مش موجود في الماتشات اللي جاية على الأقل. كمان كان في جلسة مهمة جدا من كابتن معتمد جمال ولعيبة نادي الزمالك النهاردة في التمرين، دايما بيقف معاهم كده قبل التدريب وبيتكلم بشكل عام، والحقيقة برضو بيشكرهم دايما على المرحلة السابقة، ونتمنى دايما يفضل يشكرهم عن المرحلة السابقة والمباريات واحدة ورا واحدة كده، وبناخد الملف واحدة ورا واحدة لحد بإذن الله ما ناخد المطلوب من المرحلة اللي احنا فيها. كلنا عارفين ان كانت مرحلة مش سهلة، مرحلة مضغوطة، مرحلة فيها متغيرات كتير، مرحلة فيها نواقص كتير، مرحلة فيها 3 بطولات بتلعب فيها، فمحتاج ان انت تكون حذر جدا وحريص ولعيبه الحقيقه على قدر المسؤوليه. ودي النقطه اللي كابتن معتمد جمال دايما بيتكلم فيها، ان بيشكر اللعيبه على تحملهم المسؤوليه وعلى اصرارهم على تحقيق الفوز ومواصله تحقيق النتائج المميزه والاستمرار في المنافسه على اللقب. كلام بشكل عام، وده طبعا صوره من الاجتماع اللي كانت قبل التدريب، وبيتكلم فيه عن طبعا يعني بعض الجوانب الخططيه وبعض الجوانب الفنيه اللي هتتنفس في التدريب، وده طبيعي. كمان قرايته لمباراه المصري اللي جايه واستعداده ليها، لان كل مباراه ليها تحضيراتها، كل مباراه ليها رجالتها وترتيباتها، ده شيء طبيعي. لكن من الواضح ان في حاله يعني معنويه مرتفعه ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني، يا رب تفضل دائمه ومستمره، لكن اكد على ان هو بيثق في اللعيبه وشكرهم زي ما قلت لحضراتكم اكتر من مره، ويمكن قال لهم ضروره الماتش اللي جاي واهميته، ماتش مهم، ملف الدوري بيرجع تاني مع منافس شرس ومنافس شديد جدا المصري واستاد برج العرب، ودايما من الماتشات اللي بتبقى مهمه جدا جدا. واكيد كابتن معتمد عارف نوعيه تفكير كابتن علي ماهر وتطلعاته بشكل كبير، فكلم عن تنفيذ التعليمات بشكل عام، عن دقه تنفيذ التعليمات، ثقته في قدرات اللعيبه اللي موجوده، وقال زي ما قلت لكم بعض الحاجات اللي هي خاصه باستعداد لمباراه المصري. كل التوفيق لفريق الزمالك باذن الله، الماتش اللي جاي يفرق بشكل كبير جدا جدا جدا. كمان كان في تعليمات فنيه من كابتن محمد عبد المنصف لثلاثي حراس المرمى. طبعا عبد المنصف بيشتغل الحقيقه بشكل مميز جدا الفترات السابقه، وكان تعرض لو نفتكر ايام ما كان بيدخل اهداف كتير، ساعات محدش بقى بيفرق ما بين طريقه اللعب ولا ده خطا خط الدفاع ولا ده نقص مش عارف ايه في حراسه المرمى. لكن من الواضح ان الحقيقه في كلام يعني اثبت لنا انه متغير وانه مختلف، بدليل ان احنا لما شفنا اخر 4 ماتشات ما دخلش فيك ولا هدف، بدليل ان شفنا محمد عواد ودوره المهم، كمان بنشوف دايما الصوره وثقته في عبد الرحمن نفاد او معاذ علاء الدين، طبعا الحراس الصغيرين البدلاء مع او الزمايل محمد عواد. فكان في كلام خاص من عبد المنصف اللي واضح ان دوره ابتدى يبان في الفتره اللي فاتت، والبصمه موجوده، بدليل ان انت الحمد لله لم تستقبل اهداف الفتره السابقه، ونتمناها طبعا يعني كده على طول، ولا ان كان طبعا في المنافسات والكوره ده مش يعني مش ده موجود على طول، ده مش ده الطبيعي يعني، لكن في الاخر طبعا في حد بيشتغل وحد بيوفق، فلازم نشيد بالدور اللي عامله. فعبد المنصف اتكلم معاهم النهارده عن بعض الامور اللي ليها علاقه طبعا التعامل مع الماتشات، وعن طبيعه الفتره اللي فاتت وشغله بشكل عام. النهارده كان في بعض التسديدات وبعض العرضيات اللي هي وجوانب فنيه اللي هي ليها علاقه طبعا بالتعامل المناسب مع الكرات، ومربط كمان مع خط الدفاع، لان يعني خلي بالكوا حارس المرمى هو مش في جزيره لوحده، يعني حارس المرمى في الاخر انت بتبقى شغال في وسط يعني وفق خطه عامه المدير الفني، ربطك مع خط الدفاع، بتتكلم بتطلع امتى في الكرانر او في الكورنرز، بتعمل ايه، بتبدا هجمه ازاي، بتريح زمايلك ازاي ياخدوا نفسهم، بتلعب كره طويله ازاي للفيرو بتاعك تستغله زي سيف الدين الجزيري، وعندنا واحد زي الجزيري بيعرف يبقى محطه كويسه جدا وبيتحرك من ورا المدافعين. ففي جوانب على فكره كتير جدا جدا لحراسه المرمى بتربطها مع شغل المدير الفني بشكل عام، وده الكلام اللي كان موجود من عبد المنصف النهارده، وقال لهم طبعا يعني او بيحفزهم بشكل عام ان هم يبذلوا اقصى جهودهم في الفتره اللي جايه ويظهروا بافضل صوره. كل التوفيق باذن الله لحراس مرمى نادي الزمالك، كل الثقه فيهم باذن الله.
كنا اتكلمنا عن الثلاثي فتوح وصبحي والزناري، زي ما قلت لكم بيأدوا تدريبات منفرده طبعا مع قياده الكابتن علاء رجب مخطط الاحمال، وده البرنامج اللي محطوط لهم جزء منه بياخدوه مع الفريق في ميعاد التدريب، وده الطبيعي كحق احترافي وكلاعب محترف بنادي الزمالك، وبعد تطبيق العقوبه بشكل كامل والتزام بيها طبيعي ان هو ياخد حقه ويتمرن مع الفريق. وعلى فكره كابتن معتمد جمال اتكلم معاهم بشكل عام ان هم محتاجين يبذلوا مجهود كبير كبير قوي كمان الفتره الجايه، مش بس عشان تحسين الصوره، ده كمان علشان العوده لمستواهم، او يعني ان هم يعني بقالهم شهر بعاد عن الفرقه، فطبيعي ان يكون في كلام. وانا شايف ان ده الحقيقه نقطه ايجابيه، في الاخر هم لاعبين على ذمه نادي الزمالك، وادي صوره قدامنا لكابتن معتمد جمال معمول لهم اجتماع خاص، ويعني يعني بيشتغلوا بالبرنامج اللي موجود، معمول لهم مثلا النهارده اشتغلوا تدريبات بدنيه في الاول خالص مع الفرقه، بعد كده انضموا لمجموعه تانية، بس ده كله ده من خلال المران الجماعي، لكن انضموا لمجموعه تانية عشان يتدربوا بشكل تاني وفقا للقواعد اللي محطوطه من مجلس اداره بعد انتهاء الايقاف، وموجودين عادي في نفس ميعاد التدريب وكله مستقر بشكل عام. كمان لو كلمتكم بقى عن الحمل البدني بشكل عام اللي هو الطبيعي، تقسيمه بعد المباراه، وكان في بعض النزول بالحمل البدني، خلاص عندك ماتش بعد بكره فده طبيعي، امور كلها تنظيميه، امور يعني حفاظ على مستوى اللاعبين سواء اللي مجهده من اخر ماتش او سواء اللي هيريحهم او سواء اللي هيعتمد عليهم الماتش اللي جاي، اللي هي الامور الطبيعيه اللي ما فيهاش اجهاد كبير جدا. كان في النهارده شغل بعض الكونزات او بعض الاقماع زي ما بيقولوها، بعض التدريبات الترفيهيه زي ما بنقولها بشكل عام، لكن كان في الاخر في الخطه موضوعه وكلام بشكل كل واحد يبقى عارف واجباته، والافكار بقى اللي كابتن معتمد جمال عايزها او في دماغه الفتره اللي جايه او المباراه اللي جايه تحديدا، والمحاضره اللي انا كلمت حضراتكم عليها، يمكن دي اهم الحاجات اللي موجوده معانا. لكن الحقيقه معانا كمان يمكن زي ما عودناكم كده كل فتره بنحاول نقول ارقام مهمه لبعض نجومنا واللاعبين المميزين الحقيقه يمكن بيسطروا تاريخ مهم مع نادي الزمالك. النهارده بطل القصه هيكون زيزو، طبعا احمد سيد زيزو الحقيقه بسم الله ما شاء الله تاتش وود، يمكن بقاله فتره حتى يمكن الفترات الاخيره دي كلها مشارك حتى مثلا الكونفدراليه ليه بعض الارقام، بس خليني اقول لحضراتكم مساهماته التهديفيه المستمره بسم الله ما شاء الله مع الزمالك مثلا في الكونفدراليه تحديدا. خليني اخد مع حضراتكم بعض الارقام. ساهم احمد مصطفى زيزو في اهداف الزمالك طبعا في مبارياته الثلاثه في دوري المجموعات، صنع قدام ابو سليم الليبي، وسجل قدام سوار الغيني، وبعد كده سجل قدام سجراد الانجولي. الحقيقه الثلاث مشاركات كانوا مهمين لزيزو. سجل زيزو ثلاث اهداف في النسخه الحاليه من الكونفدراليه، هدف في دور 32 قدام ارتا سولار طبعا، وهدفين في دوري المجموعات زي ما ذكرت لحضراتكم. وصل زيزو للهدف رقم 73 في تاريخه لينفرد بالمركز الثامن في قائمه هدافي الزمالك التاريخيين في كل البطولات، بفارق هدف واحد عن جمال حمزه صاحب المركز السابع. وصل زيزو للهدف العاشر في افريقيا مع الزمالك، سجل سبع اهداف في دوري ابطال افريقيا وثلاثه في الكونفدراليه، كما كان صاحب اخر رجل الترجيح منحت الزمالك لقب الكونفدراليه في 2019. ساهم زيزو في 10 اهداف في 10 مباريات او 10 اهداف في 10 مباريات خاضها في الموسم الحالي ما بين الدوري والكونفدراليه، سجل سبعه وصنع ثلاث اهداف، هي ارقام بسم الله ما شاء الله مميزه جدا، واستمرار لتالق باذن الله احمد سيد زيزو. اجمالي ساهم زيزو في 129 هدف للزمالك بشكل مباشر منذ انضمامه في 2019، سجل 73 هدف وصنع 56 هدف، هي ارقام مميزه جدا، وفي تاريخ او يعني في عدد سنوات لعب مش كتير قوي يعني اربع خمس مواسم، لكن بيثبت زيزو ان هو راجل عقليه محترفه بجد، راجل مركز بشكل عام جدا في شغله، راجل بيخلق دوافع لنفسه جديده، راجل عنده علاقه خاصه مع جماهير نادي الزمالك، وده شفناه في تشجيعهم للفريق، وشفناه كمان بشكل عام في جديته، من اللعيبه اللي بتعرف تعزل نفسها، يعني الناس تتكلم عن مستحقات، ناس تتكلم عن التجديدات، ناس تتكلم عن ان مثلا ان في امور كتير جدا ممكن تعطل اي لعيب كوره، لكن الحقيقه زيزو بيطبق معنى الاحتراف بمعنى الكلمه والعقليه الاحترافيه المميزه، يمكن ده كمان مخلينا دايما بنذكره ان هو الاعلى تسويقيا في مصر، او يستحق اعلى عائد مادي كلاعب محترف جوه الدوري المصري، في كل الظروف بيهدف بسم الله ما شاء الله، في كل الظروف بينتج، في اصعب الظروف ليه بصمه، ساعات بيشيل فرقه
بشكل عام. فالحقيقه يمكن زيزو كمان لو نفتكر مثلا لما كان الفريق كمان مكتمل ومعاه النجوم كلهم برضه كان موجود وليه بصمه حتى في عدد النجوم الكبيره جدا اللي موجودين معاه، لما كان بن شرقي ولما كان طارق حامد ولما كان اسامي مصطفى محمد، دايما زيزو ليه بصمه. فانا الحقيقه بهني زيزو وان شاء الله يعني مزيد من التوفيق ومزيد من الاستمرار العقليه الاحترافيه. دايما مهم يكون عندك لعيب في فرقتك ده ينقل ده عدوى، ينقلها لك للعيبه الصغيره او اللعيبه اللي بيطلع، ان يعني يكون عندك عقليه محترفه، عقليه مركزه، عقليه واخده الامور بمنتهى الجديه، عمل ارقام الحياه وتاريخ لنفسه، فرض نفسه على الجميع في عدد سنوات قليله. كل التوفيق ان شاء الله لاحمد سيد زيزو. طيب يمكن دي كل الارقام والاخبار اللي معانا النهارده. خلينا زي ما قلت لحضراتكم بعد الفاصل استقبل نجم الزمالك السابق الليبرو الحريف او الليبرو الهداف طبعا كابتن وائل اباني وزميل ملاعب فتره طويله، دايما بنستمتع مع وائل اباني. خلينا نستقبله بعد الفاصل ونتكلم معاه في كل التفاصيل. يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا على نظيره المصري البورسعيدي في ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية مساء الخميس المقبل بمنافسات الجولة التاسعة من عمر دوري نايل للموسم الجاري 2023-2024. مواجهة الزمالك والمصري واحدة من أبرز كلاسيكيات الدوري الممتاز التي تنعم دائما بالإثارة والمتعة وشعبية الفريقين، فهي واحدة من أعرق مباريات الكرة المصرية والتي كانت بمثابة قص شريط المسابقة في أول مواسمها في عام 1948. تحمل مواجهة الخميس الرقم 124 عبر تاريخ لقاءات الفريقين سويا في الدوري الممتاز، وعلى مدار 123 مباراة جمعت الزمالك والمصري في الدوري الممتاز كانت لفرسان ميتو عقب الغلبة من خلال تحقيق 72 انتصارا مقابل 21 لأبناء بورسعيد و30 تعادلا هيمن على النتيجة. أمطر نجوم مدرسة الفن والهندسة الشباك الخضراء ب199 هدفا مقابل 92 زيارة من قبل الفريق البورسعيدي للمرمى الأبيض، ويعتلي نجم الزمالك السابق علي خليل قمة هداف مباريات الفريقين بالدوري برصيد 11 هدفا، وشهد 8 أكتوبر من عام 1965 على الفوز الأكبر في تاريخ مواجهة الفريقين بالدوري، حيث دك الزمالك شباك الفريق البورسعيدي بسداسية نظيفة حملت توقيع كل من نبيل نصير وفاروق السيد وعبد الكريم الجهري ويكن حسين وهدفين للثعلب حمد أمام. الفارس الأبيض يتطلع لانتصار جديد في مشواره بدوري نايل خلال مواجهة المصري البورسعيدي والتقدم خطوة كبيرة للأمام في جدول ترتيب المسابقة ومواصلة إدخال الفرحة على قلوب عشاقه وأنصاره. يعتبر وائل الأباني واحد من أبرز نجوم خط الدفاع في فريق نادي الزمالك خلال الألفية الثالثة الذين صالوا وجالوا بقميص النادي الملكي. الأباني قاد خط دفاع قلعة ميتو عقبة على مدار 8 مواسم متتالية وتميز بالهدوء في المواقف الصعبة والأوقات القاتلة فضلاً عن الكرات الجميلة التي قدمها على الرغم من مهامه الدفاعية، ليكون واحد من أفضل من شغلوا مركز الليبرو في صفوف نادي الزمالك على مر تاريخه. وكان الأباني عاشقاً لتقديم أدوار هجومية مميزة وفعالة داخل المستطيل الأخضر، فتعددت زيارته لشباك منافسي القلعة البيضاء بأهداف مؤثرة لا زالت عالقة في أذهان أنصار ميتو عقبة. ولد الأباني في 2 سبتمبر لعام 1976 بمحافظة القليوبية ولعب لصفوف إسكو وأسوان قبل أن يخطو خطوة عملاقة في مسيرته الكروية بالانضمام لصفوف الزمالك في موسم 1999-2000، واستمر داخل قلعة ميتو عقبة على مدار 8 مواسم قدم خلالها مستويات فنية مميزة نالت تقدير وثقة جماهير النادي الأبيض قبل أن ينتقل لصفوف المصرية للاتصالات ومنه إلى فريق جاسكو ثم إلى نهاية مشواره مع المستديرة في عام 2011. سجل الأباني 19 هدفاً خلال مشواره مع القلعة البيضاء في كل البطولات، أبرزهم جاء في شباك النجم الساحلي التونسي في الوقت القاتل من عمر مباراة مرحلة المجموعات من دور الأبطال الإفريقي
نسخة 2005، كذلك ثلاثية تاريخية سجلها في شباك الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري موسم 2003-2004، حافراً اسمه في سجلات المدافعين الهدافين للكرة المصرية. وساهم ليبرو الزمالك الهداف في تتويج الفريق بأحد عشر لقباً متنوعاً، في مقدمتهم لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2002 وكأس الكؤوس الإفريقية عام 2000 وسوبر إفريقيا عام 2003، كما عانق الأباني درع الدوري مع البلانكو في ثلاثة مواسم والسوبر المحلي مرتين وكأس مصر في موسم 2002، بالإضافة إلى لقب البطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي في عام 2003. واتجه صاحب القميص رقم 15 لمجال التدريب عقب اعتزاله المستديرة، وقاد عدة أندية بدور الدرجة الأولى طامحاً في تحقيق إنجازاً بالمجال التدريبي بعد صولاته وجولاته داخل المستطيل الأخضر ومسيرته الكروية الحافلة التي يعتز بها أنصار النادي الأبيض. وإلى الأباني الليبرو الهادئ والمدافع الهداف سطر تاريخاً في صفوف القلعة البيضاء على مدار سنوات من العطاء والوفاء. نرجع مع حضراتكم تاني نستقبل الليبرو الحريف أو الليبرو الهداف، طبعاً نجم الزمالك السابق وزميلي الحقيقة فترات طويلة في الملاعب اللي استمتعت فيها باللعب بجواره، هو طبعاً نجم الزمالك السابق ونجمنا الكابتن وائل أباني. كابتن وائل منورني. حبيبي يا كابتن العيلة، ربنا يخليك. والله دايما بتنورني وببقى مبسوط لما اشوفك. انا اللي سعيد بوجودي معاك النهارده والله. حبيبي اقول والحقيقه دايما عارفين وائل ليها دايما اراء مختلفه واراء ليها صح يعني وراها وجهه نظر، وكتير بتبقى منطقيه جدا وبتحاول تبسط الامور بشكل كبير. النهارده هستغل بقى وجودك معايا بس هتكلم في كذا حاجه. انا ما اعرفش اصلا تخيل بدايتك، احنا قعدنا لعبنا مع بعض فتره طويله في نادي الزمالك 8 مواسم تقريبا الحمد لله حققنا فيها بطولات كتيره، بس ما اعرفش بقى بدايه وائل أباني اصلا من الناشئين ازاي، او يعني انتقاله للزمالك جه منين؟ يعني قول لي كده المحطات دي سريعا. هو ما فيش يعني انا ناشئين اسكو قعدت وانا عندي 10 سنين لحد 22 سنه وانا في اسكو. وبعدين اتنقلت يعني لعبت درجه اولى في اسكو؟ لعبت درجه اولى وانا 18 سنه في اسكو. 18 سنه يعني لعبت اربع مواسم مثلا؟ لعبت حوالي اربع مواسم وبعدين اتنقلت موسم واحد لاسوان دوري ممتاز، وبعدين اتنقلت نادي الزمالك، وبعد نادي الزمالك رحت مصريات الاتصالات. لا يعني اسوان خدك من الاسكو في القسم الثاني؟ ورحت اسوان دوري ممتاز على طول. خد بالك انا لما كنت في اسكو كنت كل سنه بروح اختبارات وانا عندي 15 سنه. كل سنه بروح اختبارات في انديه دوري ممتاز، بس ما كانش فيه الانديه اللي هي الامكانيات ان هي تشتري ناشئ، وانا ما كانش هيسيبوني مجانا. فكل ما اروح اختبر اقبل استنى ان انا ما اتحطش في القايمه، اتحط في القايمه ارجع تاني. قعدت كده حوالي 3 سنين، وبعدين لعبت درجة أولى حوالي سنتين، وبعد كده بدأت أروح أندية برضه دوري ممتاز اختبارات. وكانت برضه بتفرق في حتة الفلوس، يعني كان نادي عندي مثلا بيطلب أمور مادية كانت بتبقى عالية شوية، فكانت الأندية لأن كان ساعتها كنا درجة تانية، فبرضه أنت مش هتدفع في درجة تانية مبلغ كبير، لأن هم كانوا طلبوا حوالي 100,000، 100,000 ده أنت بتتكلم بقى سنة كام؟ 96 و95، فالامور كانت بتبقى صعبه شويه، فكنت برجع تاني لحد ما جيت في سنه قلت لهم يعني انا كل ما اجيب نادي الامور تقف ماديا، لحد ما الكابتن محمد عامر صمم عليا في اسوان. رحت قعدت معاه فتره حوالي يمكن شهر ونص او شهرين، وصمم ان هو يخلصني من اسوان، وهو خلصني من اسوان، حتى هو اللي جاب الفلوس من اسوان لحد نادي اسكو وخلصني بنفسه. فالحمد لله يمكن هي دي بدايه الطلعه، لعبت سنه واحده في اسوان دوري ممتاز، وبعد كده الحمد لله جيت الزمالك. مين اللي شافك في نادي الزمالك او مين اللي كلمك؟ هم قالوا لي الكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. الله يرحمه. واعتقد برضه الكابتن ابو رجيله. يعني الاثنين انا عرفت ان هم الاثنين دول يمكن اكتر اثنين هم اللي شافوني وتابعوني في نادي اسوان، وبالذات يمكن الكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. يعني كان بيتكلم برضه لما جيت النادي عرفت يعني كورته كويسه وراجل لعيب كويس وبتوقع كويس، يعني قال كلام الحمد لله كويس، فالحمد لله على الشهاده اعتز بيها طبعا. وكان ساعتها برضه كان جاي لي حوالي خمس ست انديه غير نادي الزمالك، فطبعا لما جاء نادي الزمالك طبعا يعني مفيش بعد نادي الزمالك. بعد موسم واحد في اسوان؟ بعد موسم واحد. طبعا اكيد انت اشتروك في بالنسبه لاسوان كسب. لا انا الحمد لله كنت حاطط شرط جزائي 75,000 جنيه. خد بالك انا الدفع فيا في اسكو يعني اسوان دفع 70,000 جنيه. يعني كانوا طالبين 100،
هم يعني الامور وصلت ل 70,000 جنيه. وبعدين حطوا لي شرط جزائي 75,000 جنيه، فانا حتى جيت لكابتن محمد عامر ساعتها قلت له انا محطوط لي 75,000 جنيه شرط جزائي، ده كل اللعيبه اللي موجوده في اسوان دوري ممتاز محطوط لها 15 و20 وكلام من كان رقم كبير ساعتها. فقال لي ده انت ضحكت عليهم بجد باللفظ كده، قال لي 75,000 جنيه انت هتجيب اصلا اكتر من كده، 75,000 جنيه مش قيمتك. فانا بصراحه ما عرفتش اتكلم. فلما جه نادي الزمالك اتكلم فكان في شرط جزائي، لكن نادي اسوان اتكلم برضه في حاجات ماديه اكتر، فالموضوع زاد حاجات بسيطه 25,000، فخلصت ب 100,000 جنيه. فكانت الامور كانت محسومه يعني بالشرط الجزائي الحمد لله. بس وائل انت بدايتك من الناشئين لصعودك مع اسكو في الدوري القسم الثاني كنت تلعب ليبرو من البدايه ولا لعبت في مراكز ثانيه؟ لا لا لعبت في كذا مركز. وانت في اسكو؟ انا لعبت وانا عندي 13 سنه بكليفت وكنت هداف الفرقه برضه خد بالك. وبعدين اسمك باك لكن بيجيب اجوان في كل حته بكليفت ليبرو، لكن مالكش دعوه بالقصه دي. ماليش دعوه انت عارف بقى ليه بسيب الحته دي. فلعبت باك ليفت وانا عندي 13 سنه، وبعدين وانا عندي 15 سنه لعبت ديفندر. وليبرو دي جت صدفه الحقيقه يعني، مش انا كان عندي 18 سنه 17 سنه ونص، فكنت بلعب في نص الملعب، فجيت الدرجه الاولى كانوا طالبين ليبرو من الناشئين. والليبرو بتاع الفرقه بتاعتنا مش موجود، فانا كلمت كابتن اسماعيل موجود اسماعيل كشري اسمه كابتن اسماعيل كشري، فقلت له يا كابتن ما تقول لهم ان انا العب ليبرو يعني وياخدوني معاهم وبتاع. ف هو اتريق عليا فقال لي انت تلعب ليبرو؟ قلت له بس شوف بس يعني جرب. فالمهم ايه يعني ما حصلش نصيب في اول مره فالطلب تاني. فالمهم رحت، اول ما رحت لعبت ماتش ودي ضد الالومنيوم لما كان دوري ممتاز. من بعدها انا ما بقيت ليبرو، وبعدها ان انا ما نزلتش كمان من الدرجه الاولى الحمد لله. فكنت ماشي بشكل كويس قوي، وحتى الناس بتوع الالومنيوم علقوا عليا. بس بقول لك انت ما كنتش لعبتها قبل كده؟ يعني انت بتقولي باك ليفت ديفندر. لا لا ما كنتش ليبرو، رحت طلعت تجرب ليبرو. ما كنتش لعبتها قبل كده خالص خالص. فلما لعبتها خلاص هي بقيت موجود في نادي اسكو في الدرجه الاولى ليبرو موجود. وبقول لك انا حتى فرقه الالومنيوم بقول لك دوري ممتاز، انا كنت صغير يعني الناس بقت تسلم عليا تتكلم عليا الحمد لله كويس. فالحمد لله اديتها بشكل كويس، فهي دي اللي استمرت معايا. هتقول دي جت ازاي؟ ممكن من حسن التوقع يعني، انت عارف يمكن لعبت معايا حسن التوقع حسن التصرف في الكوره، فهي الامور كانت معايا عقلانيا اكتر ما هي يعني فنيا خد بالك. انت واخدها بالسنس او بالاحساس. انا واخدها كده بالحركه بالسنس بالتفكير. انت عشان موهوب، اللعيب الموهوب يعرف يتصرف في اي موقف في الملعب، فده يمكن اللي فرق بشكل كبير ان انت عندك احساس بالمكان من غير ما كنت تلعب فيه. ممكن الحمد لله. وخد بالك برضو انت بتلعب اخر واحد، فالامور مش عايز اقول لك هي مش صعبه، هي مكانها حساس لكن مش صعب، لانك اخر واحد. ليبرو دي انت في مهام معينه انت تقدر طالما بتفكر تقدر تاديها بشكل كويس، لان انت كنت بتغطي مثلا على المساك، بتغطي على الباك، بتمسك كره بتنقل من تحت، بتزيد بالكره، كنت انت لما بتيجي بالكره بتيجي فري، فالامور برضه ما كانتش صعبه بشكل كبير، لكن ما كان مش سهل كوضعيته مسؤوليه. يعني حتى لما الواحد بيبقى فيه خطا انت مش زي الناس اللي في نص الملعب او زي الفيرود، خطأ بتاعك بيكلفك كتير. فدي كانت بتبقى موضوع حساس شويه، لكن الحمد لله الواحد قدر يسد فيها. رحت اسوان ليبرو. خلاص، ما انا من 18 سنه من 18 سنه وانا بلعب في اسكو درجه اولى، خلاص انا بقيت ليبرو. قبلها دي كانت مراكز ثانيه. بس فرقت معاك بعد كده على فكره المراكز الثانيه دي. شويه. انك لعبت نص ملعب ولعبت باك ليفت، احساس بالمكان بيفرق طبعا. اكيد اكيد شويه، بس طبعا خد بالك يعني خلينا صريح معاك، حته الباك دي للاطراف لما كبرت لا ما بقتش بتاعتي، صعب. ستايلي بقى صعب، لكن انا قلت لك انا لعبت باك ليفت وانا عندي 13 سنه، برضو كنت لسه دلوقتي ما كنتش طويل اصلا. انا كنت قصير، فالطول ده جه مثلا عندي وانا 16 17 سنه. فكان ساعتها الامور سهله، لكن انت عارف عامل الطول برضو بيفرق في حته الحركه والباكات، يعني حته الاطراف باك ليفت او باك رايت دي لا ما تمشيش معايا بعد ما كبرت، لكن حته ديفندر ممكن، ليبرو ممكن، مساك ممكن، غير كده ما انت بعد كده لعبت. انا فاكر ماتشات الزمالك لعبت فيها ديفندر. لعبت ديفندر. محتاجوك في اوقات ديفندر. لعبت فتره. لان انت مشكله مركز الليبرو ده ان جت فتره هو اتلغى اصلا المركز ده من الكره الحديثه.
فبقى معظم اللي موجودين لسه بليبرو لو هو ما بيعرفش يطور من نفسه او يعدل من نفسه يلعب في مكان تاني اعتقد هيبقى الامور صعبه بالنسبه له، انتهى الامور صعبه. بس هقول لك على حاجه، اي واحد يلعب ليبرو يقدر يعدل وضعيته في اي مكان، بالذات يعني ممكن مساك او في نص الملعب لو هو لعيب كويس. خد بالك لو هو العمليه مش موهوب شويه الامور ممكن تبقى صعبه عليه، لكن لما بيبقى موهوب لا ممكن يلعب في المكانين دول بالذات، في نص الملعب او مساك. لكن حته مثلا فيرود ويقول لك لا اصل طرف يمين طرف شمال، لا هما الحتتين دول لو انت بتلعب ليبرو ممكن تلعب في الحتتين دول. انت جيت 99 الزمالك 99 2000، اه 99 2000، سمعت ان انت لما جيت كان في شويه يعني نقول ايه مناوشات كده مع الجماهير، هل علشان انت كنت ليك ستايل خاص بتبدا هجمه بتاخد مخاطره عاليه بتوقف الكوره ساعات فتوقع قلب، يعني الحاجات دي قول لي ساعتها الجمهور شافك ازاي او تعرضت لضغط عامل ازاي في البدايه؟ بص هي الامور انا برضو ما كنتش واخد على الحته الجماهيريه قوي دي، الحته ان يبقى في جمهور كبير قوي وراك ما كنتش واخد، وما كنتش واخد ان انا ممكن ناس تبقى تزوم عليا او كلام من ده، فكانت الامور صعبه بالنسبه لي، فكانت بدايه صعبه. فانا عرفت ان الجمهور كان بيزوم عشان حته ان انا فعلا كنت بمسك كوره في خط الظهر وده كان صعب. انت هنا مثلا الكوره قدامي انت مش ليبرو اصلا، انت عامل سروت شيكابالا ما شاء الله، شيكابالا بيجيب جوان بس ما شاء الله مثلا من 17 سنه، ده ماتش ده في بطوله الاسيوط باين او حاجه زي كده تقريبا، طنطا عامله، طنطا عامله من نص الملعب تقريبا على الارض صح؟ انا ما شفتهاش. المصريه مش هيبدا 2007 ده شكله. كان شيكابالا رجع تاني من الاحتراف. انت عامل سروح حلو قوي لو جبناها تاني يعني. بص انت هنا مش في ليبرو خالص، شغال حاجه تانيه غلبه بلاي ميكر. ما انا بقول لك يعني الحمد لله. بص يعني مش عايز يعني مش عايز اشكر في نفسي، بس يعني الحمد لله يعني حته الباص والتسليم والحاجات ده والحاجات دي كان الحمد لله الواحد متميز فيها بشكل. ده انا اللي مديك الكوره دي تصدق؟ يعني بص مثلا خد بالك انا ما بصيتش، لو تركز انا مش باصص لشيكابالا وانا بلعب، لكن دي رؤيه عالجاريه. الناس دلوقتي بتستغرب من الحاجات دي. بص يعني في حاجات الناس بتاخدها بسهوله، يعني انت النهارده لو عدت الكوره دي تاني اهي، بص انا وانا مستلم اصلا انا شايفه من قبل ما استلم، يعني بص انا استلمت وانا فين، بص انا باصص على الارض اهو، لكن انا شايفه حاسس باللعبه وحاسس بمكانه وحاسس بتحركه. فدي من الحاجات اللي احنا بنتمنى ان هي تبقى موجوده دلوقتي، اللي هي حته الرؤيه في مساحه يعني. وكمان شيكابالا كمان كان بيسهل الموضوع طبعا، لانه كان بيتحرك بشكل كويس ومهاريا عالي جدا. فالحمد لله الواحد كان بيتميز بالحته دي يعني. طب دي بعد شويه بقى الجمهور تعود خلاص فبقى بيطمن لما والد يجيله الكوره، ولا برضه في اوقات تحس ان هو مخضوض مثلا من توقيفه والد بطريقه معينه، ساعات تلاقيك رقصت رقيصه في وقت خطر؟ بص ابو العيله انا كنت مع الجمهور الحقيقه، لان انا حتى لما كنت بتفرج على نفسي كان ممكن اقول حاجه غريبه يعني، فاهم؟ انا ما بقاش مصدق يعني ايه اللي انا بعمله ده. ده دليل ان انا مش بصطنع حاجه، هي طبيعتي كده، لكن لما بشوفها ممكن استغرب. بس انا طبيعه لعبي وطبيعتي في الملعب انا ببقى هادي، يعني الناس مسمياني ان انا بارد، لكن انا ببقى هادي مش مركز في حاجه غير في الملعب. في حاجات مهمه جدا في الملعب لو ركزت فيها هتلاقي ان في حلول كتيره جدا. يعني دي مثلا اولا ايه اللي جابك هنا؟ دي بتاعت اولا اسوان. انا راجل لا ليبرو. لا هقول لك دي ايه اللي جابني هنا، دي كانت ضربه ركنيه. ماشي. فكنت طالع انها ضربه ركنيه ان انا العب بدماغي، وانا اصلا ما بعرفش العب بدماغي. طيب ثانيا هي بالصدفه. ثانيا ايه اللي انت عملته؟ اللي انا بص ما انا بقول لك الهدوء والتركيز، الناس يعني بتاخد الحته دي. المفروض انت النهارده بتركز في حاجات ابو العيله بتفيدك. يعني انا دايما اقول ايه، اللي اعصابه اهدى واللي تركيزه داخل الملعب بس مش خارج الملعب في الكوره بس يقدر ينتج افضل. انت النهارده لو اتعصبت في الحته دي مع التاكل اللي اتعمل وشطها تخبط في الراجل يبقى انا ما استفدتش حاجه. دي كوره شراب دي. انا قريت اصلا التاكل اللي هيتعمل، يعني انت بص هي اصلا التوقيفه صعبه على فكره مش سهله لانها شوطه وجايه بتلف. بص انا قريت التاكلين اللي هيتلعب، انا لو عملتها تخبط فيه، طب انا ايه اللي يخليني اعملها كده؟ فاهمني؟ فدي حاجات الناس يقول لك انت بتعمل، طب لو ضاعت مثلا يقول لك انت ضعتها، لا هي مش كده، انا بعمل الصح، سواء هي ضاعت او ما ضاعتش انا عايز اعمل الصح، لان عارف ان الراجل ده عمل بلوك بشكل كويس. وعلى فكره ده سيد حنفي. والله اللي طار ده؟ ده سيد حنفي واللي واقف جون وليد ابراهيم كمان. فاهمني؟ فهي القصه كلها تركيز، انا دايما حتى بقول لعيبتي ركز في الجيم بس. في حاجات بسيطة، الحاجات البسيطة اللي الناس متخيلها بسيطة تمام
هي دي اصعب حاجه في الكوره، لو عرفت تعملها تبقى انت نجم كبير. يعني في لعيبه يعني مثلا شيكابالا، هو ليه شيكابالا دلوقتي لحد دلوقتي بيلعب وليه هو مثلا مهريا اعلى واحد مثلا في مصر؟ لان شيكابالا عنده دي مخ، بيشتغل بالحته دي، كنترول كويس، بيفكر كويس، رؤيه كويسه جدا. فالحاجات دي مش عند ناس كتيره دلوقتي، المواهب دي ما بقتش موجوده بشكل كبير. طب وايه اللي دخلك كمان في ضربات الثابته؟ جات ازاي دي؟ لا انا بلعب اصلا ضربات ثابته، انا كنت نمره واحد في الضربات الثابته. انا فاكر، بس يعني قصدي كاليبرو فاهم، تبقى انك تقنع المدير الفني ان تلعب ضربات ثابته برضه. ايه ده ماتش الاتحاد بقى ده جبت فيه هاتريك، ده تقول لي جيت هنا ليه؟ اقول لك عشان كنت خدت الدوري، اصلا ما كنتش بلعب ليبرو. عشان ما اكدبش، شوف بقى في الماتش ده اقول لك ايه، كنت سايب حته الليبرو دي يعني كتير بصراحه، يعني حتى بشير ومدحت، يعني بشير كان بيقول لي انت بتلعب ايه؟ طب شايل بشير الشيله كلها وطالع انت قدام، طب شيل لو جبنا دلوقتي ممكن يعمل لنا مشاكل. لا خد بالك برضه بشير ومدحت كانوا وحوش قدام، فكنت لما بطلع كنت ببقى مطمن الحقيقه. يا جماعه ده خط دفاع، انا لعبت مع الناس دي يا جماعه، الناس دي ما خدتش والله. الماتش ده انا قلت له بص يا بشير احنا الحمد لله خدنا الدوري، وحسام عبد المنعم كمان عشان ما ننساهوش، وحسام عبد المنعم وهيثم فاروق، وهيثم فاروق لا في ناس. فانا في الماتش ده قلت له بص يا بشير احنا خدنا الدوري الحمد لله، فسيبني النهارده براحتي شويه. فهو سبحان الله يمكن خدمتني ان انا جبت 3 اهداف هاتريك. فهي سبحان الله هي بتيجي كده يعني فاهم، توفيق من عند ربنا. فالحمد لله في الماتش ده جبت 3 اهداف. خد بالك في مين؟ في مين؟ مين؟ في كابتن نادر السيد. كابتن نادر السيد؟ اللي واقف. انا دي قرار من بعيد قوي. انا اول مدافع في مصر جايب هاتريك في الدوري، مش في الكاس، في الكاس حمزه الجمل. في الدوري انا اول واحد، بعديه عماد النحاس. الغريبه بقى ان انا كنت اول واحد، ولما جيت تتقال اما بتتقال بتقال عماد النحاس. وهو كان بعديه، خد بالك. ف الحمد لله يعني كان في توفيق الحمد لله مع نادي الزمالك، والحمد لله ان انا دخلت نادي الزمالك خدت بطولات. وخد بالك بطولات في نادي الزمالك مش سهله، خد بالك 3 دوري، والناس عارفه يعني ايه 3 دوري مع الزمالك في الظروف اللي احنا بنعيشها. 12 13 سنه ممكن يكون خدوا 3 دوري، او يعني اكتر واحد واخد دوري تقريبا 4 او دلوقتي ممكن يكون شيكابالا مثلا، شيكابالا ممكن يكون 5، خد 4 لو تقريبا. لو خد يا اما 4 يا اما 5. لا اصل احنا دايما يا وائل انت فاكر لو نفتكر طبعا ظروفنا دايما محكوم عليها انها غير كل حاجه في الانديه في العالم. لا انا عارف، ما عشان كده بقول لك الحمد لله يمكن واحد عمل تاريخ في نادي الزمالك. الحمد لله اخر بطوله افريقيا لابطال الدوري 2002 اسمنا موجود فيها طبعا. فالحمد لله يعني فضل ربنا، كل ده فضل ربنا. فاكر الماتش ده؟ الماتش ده كان صعب قوي هناك اللي هو بتاع افريقيا 2002 ده، فاكر بتاع الرجاء البيضاوي؟ طبعا انا فاكر الماتش ده، النجم الساحلي. انا فاكره الماتش ده، كنت بلعب طبعا. فاكر الماتش ده يا جماعه؟ على فكره من الماتشات اللي كانت عارف دمها تقيل مقفوله، اللي هو انت المهاجمين عمرهم هيجيبوا جول لو قعدنا نلعب. الماتش ده كان 1-0 للنجم الساحلي كمان، كان 1-0 وده 1-1. كنا يعني مغلوبين، تتخيل على ملعبك وفي ارضك، كان في استاد جهاز الرياضه انا فاكر الماتش ده، صعب ومش عارفين نوصل للجون. عارف لما يكون ماتش مقفل كده والفراوده والخط الوسط مش عارف يوصل للجون، والجون ده جه في اخر دقيقتين ثلاثه من المباراه. لا لا في اخر دقيقتين ثلاثه ايه؟ لا ده ابراهيم سعيد، هي الكوره لما طلعت كان الحكم هيصفر، ابراهيم سعيد لما ردها على طول الحكم استنى اللقطه دي بس. لما طلعت دخلت 18 لسه طارق السيد عايز يمسك وهيفكر، قمت موسع كده ولعيبه بصراحه يعني. فهي برضو فيها توفيق الحمد لله. بس كان ماتش الحقيقه مهم جدا، انا فاكر كان وقت صعب جدا ومغلوبين على ملعبنا. خلانا نكمل الماتش، خلانا نكمل. لو كنا خسرنا كنا طلعنا بدري. طيب كمان زي ما قلت لك يا وائل، انت يمكن موضوع الليبرو وموضوع ان انت الزمالك، طب انت برضو خلي بالك عشان تيجي تلعب مره واحده من نادي مثلا القسم الثاني وتلعب سنه واحده دوري ممتاز وتيجي تلعب زمالك مره واحده، معلش دي محتاجه برضو توازن نفسي مختلف جدا، وانا شايف ان في صعوبه قوي انك تعرف تاقلم نفسك. وبعدين يجي لك عدد من النجوم، لو نفتكر ان سنه 2000 جالنا بقى ترسانه نجوم كبيره جدا جدا جدا، وتثبت نفسك وتبقى موجود وتلعب في نادي جماهيري، اكيد الفتره دي كانت مش فتره حتى نفسيه يعني نفسيا مش سهله على ولا اكيد أبيت. مش هكدب عليك البدايات ما كانتش احسن حاجه، خد بالك برضو كانت الرهبه موجوده، لكن اللي خلاني الامور تمشي معايا شويه ان احنا كان عندنا سفريه في سوريا وكان في بطوله وديه في سوريا، فلعبت ماتش ودي واحد. انا في الماتشات غير التمرين، يعني ممكن التمرين يبقى عندي رهبه شويه، لكن في الماتش خلاص طالما نزلت ماتش انا ما بقلقش من حاجه، ما بخافش من حاجه. وكان بقالي فتره موجود في نادي الزمالك يعني حوالي شهرين تقريبا. كان كابتن ابو رجيله تقريبا. فرحنا لعبنا البطوله دي في سوريا، فاكرها. فلعبت اول ماتش الحمد لله يمكن عملت ماتش كويس قوي،
الناس برضو اتكلمت عليا بشكل كويس. وارجع اقول لك تاني، من بعد برضو ما لعبت الماتش ده والامور بدات تتحسن معايا والرؤيه اختلفت عند الناس حتى في نادي الزمالك، يعني كان الرؤيه في البدايه ممكن تكون كانت صعبه شويه، لكن بعد المباراه دي الرؤيه اختلفت. لكن الظروف ما مشيتش معايا ان انا عملت عمليه الزايده بعد الماتش ده، عملتها في سوريا فكرة. حتى فقعدت بعدها شهرين، وبعد ما رجعت لعبت ماتشين اساسي، لعبت تقريبا الالومنيوم ولعبت المنصوره في استاد القاهره، وكنت هكمل لكن الجهاز كابتن ابو رجيله مشي في الوقت ده، وجي كابتن حلمي طولان وتوفيستر. الغريبه ان كان ماتش الاهلي اللي بعدها انا كنت موجود اساسي حتى في التمارين، وبعدين قبل الماتش بثلاث ايام اتشلت بره ال 25، مش هقول لك بره. فالامور بدات يعني برضه في عرقله سنه، لحد برضه ما اثبتت نفسي تاني مع الجهاز الجديد وبدات العب وبدات استمر. لكن خد بالك برضه هي البدايات ما بتبقاش يعني واحد جاي من درجه تانية طبعاً. لممتاز سنه واحده وفي اسوان، خد بالك برضه يعني اسوان الحقيقه وشها حلو جدا على لعيبه كتيره جدا، لان حتى السنه اللي قبلها ناس كتيره جدا مشيت، احمد حسن فتره قعد فيها وعمر فهيم بقول لك، وعماد النحاس جاي برضه وعماد النحاس وناس كتيره جدا واحمد يلعب ملك ما بقول ناس كتيره جدا الحقيقه. فالحمد لله كان وشها حلو قوي عليا يعني، ليهم فضل بعد ربنا طبعا. فالامور برضه بدات واحده واحده وانا ما استعجلتش. فهي انت لما بتاخد ثقه خلاص انت اتعودت بقى، فالحمد لله الامور مشيت معايا بشكل كويس. طب وائل قباني لو موجود دلوقتي ومركز الليبرو تقريبا ملغي تقريبا، يعني تلعب ايه؟ سيرد باك ولا باك ليفت زي ما لعبت باك ليفت، ولا تلعب ديفندر ولا لا؟ يا هلعب مساك يا هلعب في نص الملعب. ما انا قلت لك الليبرو مش هينفع يلعب في اماكن كتيره غير الحتتين دول، يا اما مساك لان هي دي اقرب حاجه لي، يا اما في نص الملعب لو هو كورته كويسه. فبالنسبه لو واحد لعيب كويس وموهوب ممكن يلعب في نص الملعب، واحد ممكن يلعب مساك في الاثنين، لكن ما يلعبش حاجه تاني. فاكر دراجوزلاف لما لعبك باك رايت؟ الله يسامحه. لعبت باك رايت، الغريب ان هو لعبني باك رايت وكان ماتش انبي تقريبا. وبعدين جيت بين الشوطين، انا طلبت التغيير، مش طلبت التغيير عشان انا متضايق، طلبت التغيير عشان متضايق من نفسي ان انا ما اديتش بشكل كويس. قلت لا مش هكمل. قال لك ايه؟ ما رضيش. قلت له انا مش لاقي نفسي، مش لاقي نفسي، انا مش عارف اكمل يعني، فاهمني؟ قال لا انت ماشي كويس. قلت له انا مش ماشي كويس، انا اللي عارف انا مش ماشي كويس. فبرضه صمم، وحتى اللعيبه قعدت تحايل عليا العب يلعب. قلت لهم يا جماعه انا شكلي وحش. ما كان ساعتها بيلعب ازاي دراجوزلاف؟ يعني كان مين بيلعب في حته القلب الدفاعي دي عشان يلعبك باك رايت؟ تقريبا كان بيلعب بامير عزمي باين واحمد بكري ومش خد بالك برضه، ما احنا الدنيا باظت عندنا بعد 2005 وكل واحد كان بيجيب، يعني ما حدش يزعل مني، كل واحد كان بيجيب صفقه عشان تتحسب لنفسه، وكان في حاجات كده بتحصل غريبه ودي مشكله. احنا في يوم ولينا صحينا بعد 2004 لان ما فيش فريق، ودي مشكله. من بعد 2004، لان احنا لو نفتكر من 2000 ل 2004 هي دي اكتر توقيت حصل فيه انجازات كتيره جدا جدا، ولحد دلوقتي يمكن لم تتكرر. لم تتكرر ليه؟ لان كان في تركيز، كان في اصرار، كان في مجموعه لعيبه رجاله جميع الاعمار نجوم مركزين عايزين ياخدوا بطولات، ودي اكتر فتره نادي الزمالك حقق فيها بطولات وتصنيف عالمي لو نفتكر. دي حقيقه. وكمان خدنا اخر بطوله دوري ابطال افريقيا هي في خلال الفتره دي، وخدنا 3 دوري والحمد لله ان الواحد كان مشارك فيها طبعا مع جيلنا الذهبي الحمد لله. لكن بعد 2004 اللي الناس مش عارفاه، احنا صحينا لقينا الفرقه بتتفكك، لعيبه مش موجوده، لعيبه بتتباع، لعيبه مش تجديد معاها، شبه فترات كانت قريبه مش بعيده، لكن ادت بينا الحقيقه لان انت تبقى وضعك غير كل الانديه. يمكن انا حقيقة. طبعا احنا يعني شهود على الفتره دي. دي حقيقه، ودي مش يعني دي مشكله الناس برضو. يعني احنا نادي الزمالك المفروض يبقى عنده استمراريه اكتر من كده. انت النهارده لما يبقى عندك لعيبه بتاخد دوري بتاخد بطولات تمشيها ليه؟ عندك مثلا مميزات كتيره جدا، عندك مدرب كويس خد بطولات تمشيه ليه؟ ما دي مشاكل من مشاكل النادي، مع الاسف ان انا بقول كده، لكن لازم تحافظ على المجموعه والجهاز الفني اللي هو بيحقق لك بطولات. انت محتاج ايه اكتر من كده؟ انت بتشتغل ليه؟ توفر له مناخ بس. انت بتشتغل عشان تاخد بطولات. طب لعيبه خدت بطولات ومدير فني خد بطولات، طبيعي سعيد يوم دي انا ما فهمتهاش. وبعدين اللي جه كمان مع احترامي طبعا ما كانش بنفس الكفاءه بتاعه الناس اللي مشيت.
لعيبه كويسه ممكن، بس ممكن يكون ما كانش موفقين في نادي الزمالك. ومن ساعتها يا وائل دخلنا في نفق كان طويل قوي على نادي الزمالك، وفي انديه عملت تاريخ كامل في ظل غياب نادي الزمالك في النفق اللي دخلوا ده من 2005 لحد 2023. ودي مشكله، لان احنا برضو ما بنشتغلش على المدى البعيد يا ابو العيله، احنا بنشتغل على تحت رجلينا. يعني انت عايز مثلا تعمل حاجه تخلي الناس تتكلم بس دلوقتي، تسكت بس دلوقتي، فانت ايه كنت بتعمل حاجه بحاجه غلط، ما كنتش بتعمل على المدى البعيد. يعني هتقع هتقع، فانت لازم تعمل استراتيجيه ان انت تشتغل على المدى البعيد، لان انت ممكن تشتغل سنتين ما تاخدش فيهم حاجه، ما عنديش مشكله، بس تشتغل سنتين تبني خمس سنين تاخد فيهم حاجات كتير. انت ما كنتش بتعمل كده. يعني انت مثلا لو كل خمس سنين وقعت سنتين عادي، لكن مش كل سبع سنين تظهر سنه ولا سنتين، لا ما ينفعش. فانت لازم تعمل على المدى البعيد، تشتغل لنادي الزمالك. مشكله هنا في ناس دخلت نادي الزمالك ما بتشتغلش لنادي الزمالك، وهي ناس جوه النادي، ومعلش بتضحك على الناس وبتضحك على الجمهور، وانا عارف ان الجمهور ما بيضحكش عليه، لكن ده ما ينفعش. انا هرجع اقول تاني، اللي عايز يخدم نادي الزمالك يخدم نادي الزمالك، سواء جوه النادي او بره النادي. احنا عندنا للاسف ده ما بيحصلش. انت كل ما بتقوم انت اللي بتعمل مشكله لنفسك، مش الناس هي اللي بتعمل لك مشكله. بالعكس، انت مالكش دعوه بالخصم ومالكش دعوه باي حد، انت ليك دعوه بجوه، لان انت ممكن تقفل عليك البيت ما حدش يقدر يدخل لك، لكن انت للاسف انت بتطلع الحاجه من جوه البيت، فهي دي مشكله كبيره. عشان كده ما بيبقاش في استمراريه في نادي الزمالك. اول ما نادي الزمالك بيبقى فيه استقرار تضرب قنبله تلاقي الناس انفجرت الدنيا باظت تاني. لا، انت لازم تبقى اذكى من الناس دي. انت مالكش دعوه بحاجه، انت تشتغل في حاجه انت مقتنع بيها، وتشتغل ان انت شغال صح. اي حد يقول اي حاجه انت مالكش دعوه بيه، انت شغال بس ايه بتصلح الامور عندك انت بس. فده برضو ما كانش بيحصل قبل كده. طب انت شايف المجلس الحالي يا وائل، اكيد عارف بقى دوارس تركه مش قليله يعني. طبعا. فانت شايف انه او تنصح او متفائل انه ممكن يكون هيشتغل على ملفات عامله ازاي؟ او اصل انا دايما كنت دايما بقول كلمه وائل، ان انت كل اللي بتقوله ده ملخصه حسن الاداره يصنع حضاره. يعني لو انت عندك حسن اداره هتبقى تبني الخمس سنين والست سنين، وترتب الاولويات صح، وتصرف على الفريق بشكل صح، وتجدد للعيب المطلوب، وما تفرطش في لعيب ببلاش، وتبني قطاع ناشئين يعني، وتوفر ماديات، وما تحصلش اهدار لمقدرات النادي. فدي كلها حسن اداره طبعا. فشايف الحمل اللي موجود في الوقت الحالي على الاعضاء الموجودين الجداد؟ بص، الحمل كبير جدا، لكن انا عايز اقول للناس ما تستعجلش، لان خد بالك انت البيت اللي بيتهد ما بيتبنش ما بيتبنيش بين يوم وليله. الهد سهل. طبعا. يعني انت بتتكلم في مبالغ كبيره جدا ضخمه على نادي الزمالك، فده مش هيتحل بين يوم وليله، لان انا شايف حتى الجمهور مستعجل، ويقول لك الوعد اللي وعد بيه مجلس الاداره. خد بالك، انا قبل ما اتكلم على مجلس الاداره، الحمد لله عشان الناس عارفاني، انا مش بجامل ولا بنافق ولا الكلام من ده. انا حتى قلت قبل مجلس الاداره ده ما ينجح، انا قلت اتمنى ان المجموعه دي تنجح، عشان بس الناس تبقى عارفه انا لا دخلت النادي ولا بروح النادي ولا بكلم حد، عشان تبقى فاهم. لكن الناس مستعجله على حاجات كتيره جدا عايزه تتعمل في وقت قصير، ده ما ينفعش. انت النهارده لازم تشتغل على حاجات معينه، وده هياخد منك وقت. الوقت ده لازم تستحمل الناس دي طالما شغاله صح. اولا انا شايف الناس دي شغاله بدايه سليمه، ليه؟ اولا كل واحد وليه ملف، كل واحد وليه حاجه بيعملها، كل ناس شغاله الحاجه. حتى يعني انت بتتكلم النهارده لما بيجي اي بيان بيتعمل على نادي الزمالك او اي حاجه اشاعات بتتقال على نادي الزمالك، انت بيطلع متحدث رسمي بيتكلم بس، ما حدش تاني بيتكلم. ودي نقطه مهمه جدا، ده نقطه نظاميه كويسه جدا. تمام، بتاخد الكلمه من شخص، ده مهم جدا. الهدوء اللي في مجلس الاداره ده مهم جدا، التعامل باحترام ده مهم جدا، لان ده بيلم الناس معاك. خد بالك، الحاجه الثانيه، القرارات اللي بتاخدها اللي بياخدها مجلس اداره دي قرارات محترمه. يعني مثلا زي ايقاف مثلا فتوح وزناني ومحمد صبحي، انا اشدت بمجلس الاداره الحقيقه في القرار ده، لان اللي عايز نادي الزمالك احنا معاه، اللي مش عايز نادي الزمالك احنا مش معاه، وده طبيعي. وهرجع اقول تاني، مفيش لعيب يلوي دراع نادي الزمالك، لان مهما كان اللعيب ده بيبطل. يعني احنا عندنا دلوقتي لو انا بتكلم ان انا مش هعرف العب من غير فتوح او الزناري او صبحي، تمام، يبقى هرجع الناس القديمه تلعب تاني اللي هي اصلا افضل من الناس دي؟
يعني معلش يعني في اجيال افضل من الاجيال اللي موجوده، ده انا مش بقلل من الاجيال الموجوده، بس احنا بنتكلم على اجيال بطلت. نادي الزمالك ما وقفش. فمهم جدا ان انت قرارات برضو باحترام من غير تجريح، انت عملت خطا فانت لازم تتعاقب عليه، على قد الخطا بتتعاقب عليه، فده مهم جدا. فانا الحقيقه ده كان قرار مهم جدا من اداره نادي الزمالك، ان هو برضو طلع وقال قرار بسرعه بايقاف الثلاثه. شغال على بنود معينه، خد بالك، هو عشان يحل الامور دي نمره واحد لازم يحل الامور الماديه بتاعت اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، مش فتح القيد. الناس بتقول فتح القيد، انت بتتكلم على ترتيب الاولويات. طبعا الناس بتقول فتح القيد، لا، الناس ممكن تستغرب من كلامي، يقول لك لا احنا عايزين نلحق الفرقه. مع احترامي ما تبقاش تشتغل برضو على المدى القصير. هتجيب مين كمان؟ لا، وتكلفته كام؟ لا سيبك من هتجيب مين، انت فتح القيد ده اولا انت ما معكش فلوس فتح القيد. طب انت لو معاك فلوس فتح القيد ده تمام، هتحتاج عليهم يحصل كام؟ لا هرجع بس هقول لك واحده واحده. ايه اللي هيحصل؟ انت هتجيب لعيبه، اللعيبه دي لازم تديها فلوس ولازم تدفع لها فلوس. طيب انت النهارده لو جبت خمسه لعيبه اديتها فلوس ودفعت فلوس لانديتها تمام، طب انت عندك دلوقتي حوالي 20 لعيب لو ما كانش اكتر ليهم فلوس، انت بتخلق ازمه جديده. انت بالخمسه تخسر ال 20، واحد يقول لك لا استحملني، لا ما انا برضو الناس دي مستحملاك بقالها فتره. انا ممكن ادي فلوس ال 20 يدوني انتاج 25 لعيب. طبعا ده اللي انا فهمته منك. بدليل انت النهارده، هل احنا عندنا احسن حاجه؟ ما عندناش احسن حاجه، لكن نوع من انواع التنظيم، صح، نوع من انواع الهدوء، الروح، نوع من انواع الروح، نوع من انواع الارتياحيه داخل الملعب، تاخد حقوقك، نوع من انواع التجانس، نوع من انواع اوضه اللبس ان هي بقت ملمومه. بص عملت ايه؟ كسبت خمس ماتشات. طيب لما نيجي نتكلم على تجربه سابقه، الناس عشان بس ايه اكد لك بدلائل، عشان الناس لما بتيجي تسمع الكلام برضه بتستغرب. انت الفتره اللي كان فيها الاستاذ حسين لبيب قبل كده برضه ما كانش عنده احسن حاجه. لما طلع حسام عبد المجيد وطلع نيمار وطلع الناس الصغيره دي ولعب بيها وكان القيد برضه موقوف، خد دوري بكل بساطه. ليه؟ عشان برضه كان فيه لمه كويسه وكان فيه استقرار وكان فيه هدوء وما كانش فيه بقى مشاكل. احفظ على اوضه اللبس. تمام؟ هنا الفروقات بتاعت اللعيبه بينها وبين بعضها مش كبير. تبعدش. في مصر مش كبير. خد بالك، انت ممكن باقل حاجه تكسب، بس ناحيه تنظيميه بشكل كويس، اوضه لبس، احترام، اداره بتشتغل بشكل كويس، اداره بتتعامل مع كل حاجه، مش سايبه الامور كده، يعني مثلا مش كل لعيب يعمل اللي هو عايزه، مش اللعيب هو اللي يتحكم في الاداره. لازم تعرف حاجه، ان الاداره هي لازم تتحكم في اللعيب في حاجه كمان. اللعيب ده لو ما التزمش ما تلعبوش، هو لو ما لعبش هيخسر منتخب مصر. ده اللي حصل. ده اللي حصل، فده مهم جدا، فانت اللي ماسكه مش هو اللي ماسكك. انا معاك حاجه في النقط دي. طيب هل ده مش باحترام؟ لا باحترام. طول ما انت ملتزم انا ملتزم معاك. انت ليك حقوق والاداره ليها حقوق، مفيش مشكله، كل واحد يلتزم بالحقوق بتاعته، لكن ما تبقاش خارج عن النص. عايز تطلع؟ استاذنك انا، طيب. النقطه دي الحقيقه يمكن وصلت بشكل كبير جدا جدا، بس استاذنك عشان ندخل بقى كمان في تفاصيل كتير، استاذنك اطلع لفاصل سريع وارجع اكمل مع حضرتك. نرجع تاني نكمل حوارنا الممتع الحقيقه مع نجم الزمالك طبعا السابق كابتن وائل قباني. كابتن وائل، كنت بتكلمني على تعامل مجلس الاداره مع الاولويات وترتيب الاولويات خاصه مع فريق كوره، عايز تكمل نقطه معينه. كنت عايز اكمل حته ان احنا قلنا ان احنا لازم نحافظ على ال 20 او 25 لعيب اللي عندنا، لان طبعا انا بحب موضوع الجماعه ده شويه، مش الحاجات الفرديه دي. نمره واحد ممكن يعني تحاول تسدد جزء حتى من المستحقات بتاعه اللعيبه، وبعد كده تفكر في حته فك القيد، يعني تسد ديون الانديه طبعا اللي هي ليها فلوس واللعيبه اللي هي ليها فلوس عشان القيد يفتح تاني. بعد كده تبدا تدور على صفقات او تجديد لناس معينه ممكن يكون موجوده عندك، فهي لازم الامور تتاخد واحده واحده في خلال الست اشهر او سبعه اشهر الجايين، مهم جدا. لكن انت مش معقول ان انت دلوقتي بتدور على فتح القيد وبعدين انت عندك لعيبه ما خدتش فلوس، فده انا قلت لك ممكن يبقى فيها مشكله بشكل كبير جدا. موضوع الاستقرار اللي عامله مجلس الاداره، الاستقرار الفني ده برضه جزء كويس جدا، لان خد بالك هم لما لقوا اسوريو برضه معاند، خد بالك اسوريو مدرب مش وحش، اسوريو مدرب كويس بس هو عند شويه وعايز
يعمل استراتيجيه هي مش موجوده دلوقتي، لان القماشه اللي موجوده او الظروف اللي كان موجود فيها هي ما تستحملش في الوضع الحالي، بدليل ان احنا لما بقى في نقطه نظام او كل واحد بيلعب في مكانه فبقت الامور بقت بشكل كويس، فهو برضه تدخل في الوقت المناسب. حته ان هو جاب كابتن معتمد او مدرب مصري حتى تمام، فده برضه شيء كويس، لان خد بالك انت عندنا يعني انا ضد ان هو يجيب مدير فني اجنبي دلوقتي، عشان بس الناس انا بسمع تعليقات ان في ناس بتطالب بمدير فني اجنبي حتى من الجمهور. انت النهارده لو جبت مدير فني اجنبي ايه اللي هيحصل؟ انت اصلا في ازمه ماليه كبيره، فانت النهارده ما عندكش دولارات، ما عندكش فلوس، ورغم ذلك هو مش هيعمل حاجه اكتر من اللي هيتعمل، لان هو لما يجي حتى عشان الناس تشتغل على نظامه ممكن ياخد وقت. على ما يتعرف اللعيبه ممكن 3 شهور مثلا، طبعا هياخد وقت، فانت مش هتستفاد. طب انت ممكن واحد يقول لك ايه، طب انا هجيبه للسنه الجايه، طب اجيبه للسنه الجايه وتدفع فلوسها وانت اصلا عندك ازمه ماديه، الامور بتبقى صعبه جدا. فانت النهارده كابتن معتمد ماشي بشكل كويس قوي، فالمفروض الناس تدعمه حتى لو في نوع من انواع الاداء مش عاجب بعض الناس، لكن انت النهارده في حاجه عايز تكسب عشان يبقى في معنويات كويسه. يعني انت النهارده كسبت 5 ماتشات متتاليه، في ناس تقول لك ايه، طب بس الاداء، طب انت عايز الاداء ولا عايز المكسب؟ في واحد يقول لك انا عايز الاثنين، في الظروف الحاليه ما ينفعش الاثنين. الظروف الحاليه انت لازم تاخد مكسب. حتى لو نفع الاثنين الاولويه ايه؟ المكسب ولا الاداء؟ ما انا بقول لك في انت عايز الاثنين، فما انا بقول ايه؟ في الوقت الحالي، ما قلتش انا مش عايز برضه، في الوقت الحالي ما ينفعش، كل وقت وليه اذان. انت النهارده مطالب ان انت اللعيبه دي يبقى عندها ثقه في نفسها، ترجع الثقه في نفسها، اللعيبه دي عايزه تكسب ماتشات متتاليه كتير عشان الامور تتحسن. تمام، حتى من ناحيه النتائج، من ناحيه الترتيب، من ناحيه حاجات كتير، فاهمني؟ فده مهم جدا. طب انت بقالك 5 مباريات متتاليه بتكسب، فده شيء يحسب للاعيبه والاداره والجهاز الفني، مش هقول حاجه واحده بس. ليه؟ لان هم الثلاثه بقوا مترابطين، بقى شخص واحد، فده مهم جدا. فانت النهارده شغال بشكل كويس، انت النهارده المفروض الناس تدعم معتمد جمال. هو مجلس الإدارة مضى معاه وخلاه يبقى فريق مستقر وقواه حتى مع الفريق. ده برضه يعني نقطة إيجابية من مجلس الإدارة، عشان كده بقول لك الناس شغالة بشكل كويس، بس الناس ما تستعجلش حتى الآن. أو أنا بقول لك حتى الآن عشان برضه أنا ما أعرفش، لكن حتى الآن أنا شايف حاجات الناس ماشية بشكل كويس، مش مستعجلين، مش يعني بص مش عايزين مثلا يتدخلوا في حاجات وكل واحد ليه مهامه زي ما أنا قلت لك. مفيش ترندات يعني، كلها قصة تحس إنها مدروسة واقرب للمنطق. لا، وخد بالك مفيش شخص واحد هو اللي بياخد قرار، وده مهم جدا. يعني انت النهارده حتى لما بيجي ياخدوا قرار، لا بيبقى في اجتماع وفعلا كل واحد وليه صوت، وبعد ما بيخلص الاجتماع بيطلع متحدث رسمي بيقول ايه اللي حصل، وده مهم جدا. عشان كده انا بقول لك الناس ما تستعجلش، وان شاء الله الامور هتتحسن باذن الله. انت عشان ذكرت الماتشات و5 ماتشات، ما اقدرش بقى ما اخدش ماتش المصري اللي جاي. شايف ماتش المصري ازاي بشكل عام واهميته ايه؟ مباراة صعبة جدا، مش هقول لك مباراة سهلة. الأمور برضو مع نادي الزمالك من ناحية النتيجة ماشية بشكل كويس، لكن لازم تعرف حاجة، احنا حتى الآن لعبنا 3 مباريات أفريقيا، ماتش كاس وماتش دوري. لسه الأمور في الدوري ما دخلتش في الناحية الحماسية، يعني ما دخلناش في كذا ماتش في الدوري عشان الأمور خد بالك في الدوري معانا صعبة شوية، حتى الترتيب عدد النقاط أمور معانا صعبة. لكن انا شايف لو نادي الزمالك استمر بحته التنظيم داخل الملعب، وده دلوقتي اللي لازم النادي الزمالك يشتغل عليه، واللعيبه يبقى عندها ثقه في نفسها اكتر من كده، ثقه بتركيز، مش ثقه بس، مش ثقه ان انت نازل تكسب وانت حاطط ايدك في جيبك ان انت مش هتعمل مجهود، لا بالعكس. انا عاجبني جدا الالتزام التكتيكي بتاع اللعيبه، خد بالك اللعيبه ممكن تكون ما بتديش احسن حاجه، لكن الالتزام التكتيكي والطريقه اللي بيتلعب بيها هي اللي مخليها نادي الزمالك في تفوق. ليه؟ انت لما كان موجود اسوريو انت كان اي حد بيلعب ضدك كان بيروح مثلا ب6 7 فرص. ليه؟ لان كانت الامور مفككه، ما كانش حد بيلعب في مكانه. النهارده حتى لو انت ما بتروحش على المرمى كتير، والناس ممكن تكون بتتكلم على الحته دي، لكن انت برضه ما بيجيش عليك فرص كتير. فانت النهارده بيبقى في توازن في الملعب. النهارده بتلعب بطريقه بتاعه اللعيبه اللي هي 4-2-3-1. انت اميل لاني طريقه؟ انا 4-2-3-1 اللي شغال بيها كابتن معتمد. طبعا، وهي امكانيات لعيبتك هي اللي تشتغل بيها، هي دي. ماتش المصري مثلا من الفرق انت بتقابل مدير فني جريء ومعاه سكواد برده كويس وفريق جيد، ودايما الماتشات حماسيه جدا وفيها نديه وبتبقى مفتوحه، ف
فانت متخيل الماتش ده يفضل مفتوح ولا ممكن كابتن علي ماهر يقفل الجيم؟ ولو بقى مفتوح نتعامل معاه ازاي؟ ولو بقى ماتش مغلق نتعامل معاه ازاي؟ الكابتن علي ماهر ما بيلعبش جيم مقفول خالص ده الحقيقه. لكن نادي الزمالك هو هيلعب بنفس الطريقه، هيلعب بنفس، مش هيستعجل، مش هيسيب خطوطه، مش هيفتح خطوطه بشكل كبير. خد بالك في حاجه اسمها، الناس بتتكلم على في حاجه اسمها طريقه هجوميه وطريقه دفاعيه بالتشكيله. انا مع احترامي عكس الناس دي. ليه؟ الطريقه الهجوميه والطريقه الدفاعيه هي اسمها بلوك جماعي دفاعي، ما اسموش طريقه دفاعيه، لكن بتطلع تهاجم. يعني انت الطريقه الدفاعيه دي البحته هي اللي انت ما عندكش حلول لما بتستحوذ على الكره بعد ما تدافع، ده اسمه بيلعب طريقه دفاعيه بحته. لكن مش معنى ان الناس اللعيبه 9 لعيبه تحت الكره او 10 لعيبه تحت الكره فانا كده بدافع، هي الكره العالميه كلها كده. لكن بعد ما بتقطع الكره بتعمل ايه؟ هتهاجم وتطلع بالناس ولا هتقف مكانك وتطلع باثنين لعيبه بس؟ ده اسمه انت بتلعب دفاع بحت. لكن نادي الزمالك ما بيعملش كده الحقيقه. عنده توازن بشكل كبير، هو بيطلع بعدد من اللعيبه بشكل كويس، يعني عنده الثلاثه اللي قدام بيطلع بيهم، عنده اوباما لما بيلعب بيطلع بيه، عنده باك من الباكين بيطلع بيه، عنده ديفندر كمان بيكمل، فانت بتتكلم في 6 لعيبه. طب لما بيفقد الكوره بينزل تحت الكوره، وده الالتزام التكتيكي اللي بيعمله دلوقتي كابتن معتمد جمال، واللي اللعيبه كمان بتلعب دلوقتي يا ابو العيله بانسيابيه وعلى قد امكانياتها. يعني النهارده ما تلاقيش لعب فردي كتير، لان انت لو لعبت لعب فردي انت اللي هتبقى خسران كتير، خد بالك. اللعب الجماعي هو الاهم دلوقتي، فانت شغال بالحته دي، ما بتسيبش خطوطك بشكل كبير. انت لما كان مع سوري قلت لك انت كنت بتسيب خطوطك بشكل كبير، وكنت بتهاجم بكثافه 7-8 لعيبه حتى بتضغط، فلما كان بيقابلك فرقه بتعرف تنقل الكوره كان بيطلع عليك بواحده مثلا، يبقى عندك مشكله في الناحيه الدفاعيه. وبعدين اقول لك حاجه كمان، يعني تاكيدا لكلامك، ما فيش فرقه بتاخد بطوله بتلعب بشكل فردي خالص مهما كان فيها اسامي مين. طبعا خالص على فكره، فدي مهمه جدا الحته الجماعيه. حته انك بتلعب باثنين ديفندرات دي مهمه جدا في الوقت الحالي في نادي الزمالك، ان انت لازم تلعب باثنين ديفندرات، ما تلعبش بطريقه اللي هو ديفندر وتمانيتين، الامور هتبقى صعبه بالنسبه لك. حته مهمه جدا ان انت بتلعب مثلا بناس في مكانها، يعني انت بتلعب بعمر جابر دلوقتي باك رايت، عمر جابر اصلا كان باك رايت. طب انت لعبت عمر باك رايت ليه؟ عشان مسلوسي بقى كويس في قلب الدفاع ومحتاجه سيرد باك. الناس ليه بتقول مسلوسي كويس في قلب الدفاع؟ يعني انت لو لعبت المسلوسي باك رايت ممكن ما يبقاش زي في قلب الدفاع. ليه؟ لان المسلوسي من نوعيات الذكيه اللي هو بيلعب بدماغه، بيفكر، عارف امكانياته وعارف الوقفه بتاعته، عشان كده هو افضل واحد في قلب الدفاع دلوقتي. ليه؟ اولا ما بيألفش، بيغطي بشكل كويس، بيتحرك بشكل كويس، تمام، فعشان كده هو باين ان هو كويس. فاهم؟ لو راح باك رايت الامور ما بتبقاش احسن حاجه، لان باك رايت دي انت بتتكلم 80 90 متر رايح جاي، هو المسلوسي مش سبرنتر زي ما انت فاهم ان هو يروح. يعني عمر جابر يبقى افضل في الحته دي، وده الحاجه التنظيميه اللي اتعملت برضه من معتمد جمال، اللي هو يوفق الناس جنب بعضها فيطلع لك تروس مكمله لبعض. المسلوسي لما يجري في 40 متر افضل ما يجري في 80 متر. يعني هو انك تحطه في الحته دي وتوظفه في الحته دي، دي نقطه مهمه. عبشافي نفس القصه، خبراته حتى لو هو سنه كبير بس خبراته بيقدر يؤدي الحته دي بشكل كويس. ما قالكش مثلا ايه احاول اجيب اي حد يلعب باك ليفت، لا، كل واحد في مكانه. عشان كده نادي الزمالك ماشي بشكل، لكن الماتش هيبقى صعب، لكن مش مستحيل. انت دلوقتي معنوياتك بالظبط عاليه جدا، وهم يعني جايين عاملين لك ميت حساب. طبعا اللعيبه عندها ثقه في نفسها دلوقتي بشكل كبير، اتمنى ان التركيز يزيد مش يقل ان شاء الله، لان ده مهم جدا عشان يبقى فيه استمراريه. طيب معايا اسئله الشاشه، خلينا ناخدها مع بعض. نبدا بالسؤال الاول على طول كده عشان وقت. ما سبب خوض تدريبات الاحماء بقميص الزمالك عندما كنت لاعبا في المصريه للاتصالات؟ ده عادي جدا، انا راجل زملكاوي وطبيعي ان انا اسخن بتيشيرت نادي الزمالك، على فكره كان تحت التيشيرت بتاعي، فان انا اطلع بتيشيرت نادي الزمالك ده فخر ليا اصلا، ايه المشكله؟ يعني انا مش شايف ان هي امور صعبه، انا مش سبت ماتش ولا حاجه، فانا افتخر ان انا اصلا لعبت في نادي الزمالك، فده كان وضع طبيعي ان انا وانا هو مفيش مشكله، بس احنا عايزين نعرف السر ده للجمهور. السر؟ لا، حب النادي الزمالك، وان انا اصلا يعني عارف انت مشيت من نادي الزمالك وجاي اقابل جمهور نادي الزمالك تاني ولعيبه نادي الزمالك واداره نادي الزمالك، فدي تحيه
من لنادي الزمالك، واعتقد ان دي مش حاجه وحشه يعني. لا ما فيش حد قال انها وحشه يا كابتن وائل. لا ما بقول بس حابين نوضحها للناس. السؤال الثاني، في رايك سبب اختفاء مركز الليبرو في كره القدم، وهل تؤيد فكره عودته من جديد؟ لا، ده احسن حاجه اتعملت الحقيقه، لانها صدعت من اللعب. فبرضه الامور خد بالك، تطور الكوره بيسرع من اداء الكوره. مش عشان انا كنت بلعب ليبرو اقول لك اه ده احسن حاجه، لا هي خد بالك هي تطورات من زمان، حتى رجوع الكره للحارس مثلا، اللوائح حتى ايوه زي ما بقول لك اللوائح بتتعدل عشان يبقى في سرعه في الكوره. فده اعتقد لا، ما اتمناش انها ترجع تاني. اكتر المدافعين في جيلك اللي كنت بتحب تلعب بجوارهم؟ الحقيقه الناس اللي كانت موجوده اللي هي بشير ومدحت وهيثم وحسام عبد المنعم، الاربعه الحقيقه اي حد كان بيلعب فيهم كنت ببقى مستريح معاهم الحقيقه يعني. دول افضل ناس لعبت معاهم. الصفقه اللي كنت تتمنى انضمامها للزمالك ولم تكتمل؟ عبد الله السعيد. هذا هو المدرب الافضل اللي تدربت تحت قيادته في الزمالك؟ فينجاده. فينجاده. هل ترى ان هدوءك في الملعب الملحوظ سلاح ذو حدين؟ اه طبعا. انا هرجع اقول لك تاني، اللي عنده هدوء في الملعب، الهدوء ده خد بالك مش عدم بذل مجهود، لا الهدوء يعني تركيز. هي اللعبه ايه غير تركيز؟ بس تركيز في الحركه، تركيز في الباص، تركيز في الاستلام، تركيز في الرؤيه. خد بالك الحاجات دي انت لما بتركز فيها في الملعب دي مش سهله. اللي يعرف يستلم كويس بشكل كويس ويسلم بشكل كويس وعنده رؤيه وخد بالك ويستلم تحت ضغط، ده بسميه احسن افضل اللعيبه اللي موجوده. ده اللي بيشتغل بعقله، ده مع البدني بتاعه مع القوه بتاعته. لكن انت لو ما اشتغلتش بهدوء وعصبيه انت تفقد حاجات كتير. حتى انت لما جبت لي جون اسوان انا قلت لك ايه، انا هدوئي خلاني اتعامل بشكل، حتى لما رقصت ما تحسش ان انا شطها خالص، انا لقيت حته معينه وبسيطه لعبتها. فده اسمه الهدوء اللي بيخليك تأدي بشكل كويس، وده اللي بيحصل حتى في العالم كله. انت النهارده لو ما ركزتش في الملعب وتعصبت، انا ممكن مثلا واحد اهو يعني حتى الناس لما كانت بتعلق عليا اقول لك إيه، انت ما بتشيلش الكوره من مره واحده. طب ما انا ممكن يكون الراجل كده جاي اقوم شايلها من مره واحده، هو عامل بلوك تخبط فيه يروح يجيب جون. طب ما انا اهو بشيلها طب ما انا ليا حلول كتير. حتى انا لما كنت بلعب ولما بمرن حتى بقول للراجل اخر واحد ده، انت بعد الحلول دي كلها عندك حل سهل جدا، انك تلعب لحارس المرمى. ليه؟ لان اللي جاي بيعمل ايه؟ اللي جاي بيهاجمك كده صح؟ طب انت ما لقيتش لا حل يمين ولا شمال ولا في النص ولا حد اتحرك لك، ابسط حاجه لف حطها للحارس. ودلوقتي اعتقد العالم كله بيلعب كده. الحارس اصلا لازم يكون بيلعب كوره بيلعب برجله بشكل كويس. اللي انا كنت بقوله زمان هو اللي بيحصل دلوقتي. الكوره اللي انا كنت بلعبها زمان هي اللي بقت تحصل دلوقتي. في اللي هو بيسموها البيلد اب او بدايه الهجمه، وبيلعبوا كوره من جوه السته وريسك عالي قوي والمدربين تلعب. الريسك ده اللي انا كنت بعمله اللي الناس كانت بتتكلم عليه، هو بقى تطور في الكوره. طب انا مش ما اخترعتش كوره، ما كانش عندنا صحه ساعتها يا وائل الحاجات دي. كانش عندنا صحه يا ابني. بص الكوره دي مثلا انت عامل اسيست لعبد الحليم علي في الكوره دي، اه وانت ساعه الجون سابق عبد الحليم علي وسابق كل اللعيبه. لا انا اصل انا لعبت الفاول ده بسرعه ولعبت مع عبد الحليم، المفروض يلعبها لي 1 2 فاهم يعني. انت لو رجعتها تاني لو لعبها لي انفراد، لكن الحقيقه هو اتصرف بيها وجا الجون، فخلاص طالما جا الجون بالنسبه لي فده المهم يعني. بص بعد ما لعبتها له بص انا معدي، ولو لعبها ممكن اعدى انفراد، لكن هو لما لعبها وجا الجون بص خلاص انا فرحان. كانت لسه النتيجه 1-1، كان لسه متعادلين معانا انا فاكر الجون. ما انا بقول لك فانا عامل الجون الاولاني في الماتش ده. ده من احلى الماتشات الحقيقه اللي احنا لعبناها. فانا بحب اللعيب اللي بيبقى مركز في الملعب، ما بحبش اللعيب اللي مركز مثلا ايه، مع احترامي مركز مع الجمهور، مركز مع مشكله في الملعب، مركز مع لعيب يعصبه يعني، عارف هو مهايبر. انت مش هيخليك تركز يعني، اروح اضرب مثلا لعيب، واحد مثلا قال لي كلمه فضايقتني فاقوم متعصب، الكلام ده كله انا ما بحبوش. خرجك من ما بحبش اخرج بره الجيم خالص. انا كان بيحصل مشاكل جوه الملعب، كان ناس سالني ده في اتنين اتخانقوا مع بعض، اقول لهم ما اعرفش والله. ليه؟ تركيزي كله على ده بيتحرك ازاي، ده هيلعب الكره فين، انا ببص في عينه هيلعب الكره فين، طب مين بيتحرك له، طب انا هقطع ازاي، طب هلعب ازاي، طب ده بيتحرك ازاي، مش في حركه واحده. تخيل انت بتفكر كل ده في وقت واحد، يبقى عايز تركيز قد ايه؟ صح. مش هبص مثلا لناس بتتخانق او واحد ضربني او واحد، الكلام ده ما ينفعش. السؤال اللي بعديه،
رغم المسيرة الكبيرة للأباني مع الزمالك لكنه لم يحظى بالفرصة الحقية مع منتخب مصر. مش عارف ليه، مش عارف، هل اللي بيلعب كرة كويس أو اللي واثق في نفسه ما يروحش منتخب يلعب فترة طويلة؟ ودي حتى كانت ماشية معايا، يعني أنا رحت حتى منتخب 2004 بالعافية بالزق. ناس كتيرة اتكلمت إن أنا كنت ماشي بشكل كويس، حتى من 2001 لحد 2004 ما رحتش غير في آخر 2004، وبعدها حتى يعني في 2004 لعبت ماتش كامل كنت كويس قوي الحمد لله، والناس اتكلمت بعدها اتشالت من المنتخب، فمش عارف ليه، ممكن يكون ماليش حظ. طيب في برضه سؤالين لازم اسالهم لك سريعا جدا عشان وقتي بيخلص. يعني وائل قباني وجهه نظره دايما بتبقى كويسه وعنده رؤيه فنيه وتدريبيه كويسه، فين وائل من التدريب؟ نمره واحد عشان انا في حالي، نمره اتنين وبقولها صراحه انا ما بطبلش. تمام. مش عارف يعني هل الواحد عشان بيشتغل بضمير ما يشتغلش؟ بس انت حاطط الموضوع في دماغك ان انت اشتغلت قبل كده، انا فاكر في كذا. لا انا حاطه في دماغي القسم الثاني والقسم الثالث، صح؟ اشتغلت كتير على فكره، واشتغلت في الدوري الممتاز مساعد مدرب، يعني مش لاني فتره دي مع كابتن هاني رمزي وطارق السعيد في اتحاد الشرطه. فاهمني؟ لا انا اشتغلت الحمد لله فتره كبيره، لكن انا مش بتاع البروباجندا، خد بالك، مش بتاع اللي انا ايه عارف. كل شويه حتى على الفيس على المواقع على مش انا في حالي، فهل اللي في حاله وبيشتغل بضمير هو ده اللي يقعد في البيت؟ مش عارف. هل اللي هو ملتزم ده ما بحبش اتكلم يعني كتير، فالموضوع ده مش عارف. لكن انت واخد دراسات يا وائل كلها مثلا او ايه؟ انا واخد لحد البي الحقيقه وانا البي. بلعب حتى الايه لسه ما يعني الايه في الفترة اللي انا كنت عايز اخد الايه فيها ما اتعملتش غير مرة واحدة عشان ناس معينة اللي هي لازم تنزل الملعب بالايه، لكن انا مستني ان انا برضه اخد الايه. طيب سؤال تاني سريع برضه، وائل قباني فجأة قرر يبقى حكم وقعد فترة بيفكر في موضوع التحكيم، هل كنت عايز تستمر فيه ولا ولو ما استمرتش ايه اللي وقفك؟ يعني احكي لي خدت فيها قرار ازاي؟ لا انا كنت عايز حاجة وموجودة ساعة موجودة في اللعبة، يعني وانا بلعب يبقى في حاجة تانية. كابتن خليل حامد يعني هو اللي اصر وشاف ان انا ممكن ابقى حكم كويس. كابتن مين؟ كابتن خليل حامد. خليل حامد. فانا يعني قلت ما عنديش مشكله ان انا ابقى حكم وانا بلعب، فانا حابب اي حاجه في المجال، فقلت اخش اجرب يعني. الامور الحقيقه كانت معايا كويسه، ان انا حتى كابتن جمال غندور جه اتفرج عليها ماتش واشاد بيا بشكل كويس قوي، لكن في الوقت اللي انا كنت فيه خليني صريح موضوع التحكيم لا كان صعب جدا، ما كانش واخد حقه وكان في مشكله وكان مهدور حقه وكان في حكام بتتضرب وحكام لا يعني حاجه كوارث. ضربت كنت بشوفها؟ لا الحمد لله ما ضربتش. وصلت لحد فين في التحكيم؟ درجه ثانيه. ثانيه. وبعد كده قلت لا خلاص انا مش هكمل، الامور مش تمشي معايا بشكل كويس، وكانوا حتى حبوا يرجعوني بعدها بس انا ما رضيتش الحقيقه، لان قلت بعد ما بطل ان انا عايز اخش في مجال التدريب. ومجال التدريب لحد دلوقتي يعني مش عارف. كل التوفيق طبعا ليك يا كابتن وائل، الحقيقه في اي حته هيبقى ليك بصمه وليك تواجد وليك راي، انت من اصحاب وجهه النظر. بستمتع والله دايما وائل يعني في وجودك معايا في زملكاوي وكاخ قبل اي حاجه وكزميل ملاعب فتره طويله. حبيبي ابو العيله، انا اللي كنت مبسوط بوجودي معاك النهارده والله، ربنا يخليك. طبعا الليبرو الحريف او الليبرو الهداف نجم الزمالك السابق كابتن وائل قباني، للاسف وقتنا خلص سريعا، ان شاء الله لقاء تاني يتجدد من خلال برنامج زملكاوي، وتصبحوا على الف خير.